الآن بس ثواني. هل لك سر؟
بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هلا ومرحبا يا رب انك تحييهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائنا الساده المشاهدين، حياكم رب العباد، نورتونا وسعدتونا. وبث اليوم غير، اليوم بنسولف بنقول قصص او بيقولوا نسأل أسئلة. حنا نقول وأنا أقرأ الفاضي. يعني كدوك وذي بس. طبعاً هذا ماخذ الكتاب يعني إنه يقرأه ولا والله إنه ما يدري من الله حاطه. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في الجنة يا رب العالمين. وأنا وأكم. أهلا وسهلا فيكم حبيب قلبي. أنا وجهد. السلام عليكم. طيب رفعوا يدكم كلكم. يا رب يا حي يا قيوم. حظنا جاي بدري لأن بيلحق على الدعوة. ممتازين. عندي. ثم تروح عندك ثم تجي عندك. يا رب. ممتاز يا رب. بسم الله. اللهم يا رب العباد يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك باسمك الأعلى الذي إذا دعيت به لا ترد، أن ترزق أي إنسان طالعنا الآن تكتب له الخير يا رب العباد. اللهم إني عبدك ابن عبيدك ناصيتي بيدك، أسألك يا رحمن إنك تجمعنا في جنات النعيم. اللهم آمين. يا رب يا حي. أسأل الله جل جلاله إنه يا جماعة الخير كلنا اللي الآن حاضرين البث يرزقنا البر والطاعة والغفران ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الله يجعلنا خالدين مخلدين في الفردوس الأعلى بدون حساب ولا سابق عذاب مع الأنبياء والصالحين والشهداء. قولوا آمين. اللهم آمين. أنا دعيت بالدنيا، هذا دعاء بالآخرة، باقي تورم في. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلكم تبكون فرحا الله، وأن يجعلكم يا رب العالمين تركضون للجنة. يا ربي إن الله يرزقنا. اللهم يا رب. أي والله يا رب صيرني. اللهم امين. ونركض في الصراحه. اللهم امين. اللهم اللهم امين. حياكم يا جماعه الخير. نبدا يعني دعاوي زينه. بث اليوم يا جماعه بيكون ما في لعب، ما في ابدا اي لعب غالبا وبنسبه 90%. النوابر ما في لعب ثمانيات اليوم. اي بنسولف معكم، بنقول لكم على المشاريع المخططين لها، وايضا يعني باذن الله بتكون في قصه بذكر لكم اياها بعد شوي، لكن نبغى نعطيهم التكتيك حق الطريقه كيف تكون. حلو ممتاز. بيكون نظامنا قصه بعدين ناخذ بريك ونعلق تعليقات أسئلة. حتى لو سؤال عادي، لو سؤال برا القصه ابدا ما خلينا نسولف. اي شخص يا جماعه عنده فيكم له يبغى يسال سؤال، يعني ان شاء الله باذن الله ان كان الشيخ يعرف او عنده علم بيجاوب على طول. ممتاز. فمن الان جهز وضعك كذا، تغطى البطانيه، خليك حالك بسماعتك. انا متحمس اكثر منكم والله للقصه اللي بتنقال اليوم. وش عندنا اليوم؟ نتكلم عن ايش؟ عن افضل انسان يمشي على وجه الارض عليه الصلاه والسلام، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اول حاجه يا جماعه الخير، في شيء مهم، ترى الشيخ عنده قناه باليوتيوب وينزل فيها فعلا، والبث اللي ما بيلحق يشوفه كامل يروح بقناته. سلام. فيا مشرفين روحوا الان، واحد منكم دبلي ولا احد المشرفين ولا فتوعس ولا اي واحد، اكتب نايف بن ناصر، انسخ الرابط حطه خلي الجماعة اللي هنا يشتركون. يا سلام. يا بعد قلبي. طيب هذا رقم واحد، و بإذن الله تعالى انكم تستمتعون. ممتاز. انا ابغى طبعا ما تبغى يكون كلها رسمية ولا طقطق بنضحك من فلا. ها؟ خلونا، انا ودي اسمع صوت من زمان ما سمعته. صوت فخذك الشمع. ايوه ايوه تحس بيض الله. ممتاز ممتاز مرة. يا ربي يا الله. طيب تبون نبدا؟ صلوا على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم على النبي. من عطهم تنازل يعد 10 مرات. كيف بالله؟ كيف اقسم بالله انا مره اوريك حركه. هذه الحركه تكسب اجر مضاعف ان شاء الله. اصبر خليهم يكملون لين 10 الان. واقول لك الجلتش، جلتش اجر، جلتش اجر. دبل اكس بي اسويها كل مره. اول شيء سؤال، الصلاه على النبي الوحده كم تسوي صلاه؟ 10 تجي عليك. ممتاز. ايه؟ من مين؟ من الله سبحانه. تخيل عزيزي المشاهد الان كل شخص جالس يسمعنا واحنا قاعدين نتكلم الان رفع يده معي قال اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله. شفتوا كيف؟ الله برافو. 100,000 لا مليون. 10,000 ضرب 10 100,000 100,000 صلاة على النبي. وبنيتي بإذن الله وبنيتي جماعة كلهم أنتم معنا مشاركين في الموضوع بإذن الله. فاليوم نبغى نكسب يا جماعة قدر المستطاع أجر، مو كل مرة ترى أسوي كذا. صح. ممتاز. نسمي بالله. جاهزين كلكم؟ أموركم طيبة؟ تفضل. طيب حنا قبل قصة النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث اللي صارت في ليلة القدر، خلنا نرجع شوي خطوة 6-5 سنين. حلو. يوم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريب من أعمارنا حنا 34-35. صار ابغى اعدل وضعيتي قبل القصه. خذ راحتك عشان ابغى استكمل الملف هذا كذا ونقدم ممتاز. يلا. طيب يوم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35-34 بالحدود. ممتاز. وش اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره كان توه متزوج خديجه رضي الله عنها وارضاها، لهم 10 سنوات. حلو. النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج له 19 سنوات الان. وصار بما انه خديجه يعني غنيه، صار النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر بأموال خديجة، ما يروح هو يشقى بنفسه. ممتاز. إيه صار موقف من أعجب المواقف اللي صارت في قريش. يوم من الأيام يقولون يا إنه جاء سيل يا إنها واحدة كانت تتبخر الكعبة وطارت شرارة على الكعبة على أستر الكعبة وانحرقت الكعبة كلها وتهزهز المبنى وبغى يطيح. احترقت الكعبة. إيه المبنى هذا تدرون له كم في هذاك الوقت ما تغير؟ توقعوا في ذاك الوقت كم له سنة ما تغير؟ 2000. لا أكثر من 2000 سنة. لا من أيام إبراهيم عليه السلام وهو بانيه زي ما هو، ولا لمسه ولا غيره ولا سووا فيه شيء إلين هذه اللحظة. أوكي. يوم جت هذه اللحظة الآن وصار الكعبة خلاص بتطيح بتنهد بتتهدم، اجتمعوا قريش شو نسوي؟ قالوا شو نسوي؟ قالوا نهد الكعبة ونبنيها من جديد. قالوا نهد الكعبة، طب إذا جتنا طير الأبابيل. هذا قبل الإسلام. إيه هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35. إيه. إيه. مثل جت عليه مثل جاء عليه الوحي. 40. 40 بدل الإسلام. إيه. ممتاز. إيه إيه. حلو. الإمام في الجوال. هذا عشان جدة. أيوة. اللي ما صلى جدة يا جماعة. زين. أوكي. طيب. نقفل دي بالمرة. طيب. كم انت صرف لنا وصرف الكام يعني شوف الكام شوي صرف لنا يلا هاقرا الشات بس انا الحين تمام. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ربي اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب الشاهد، فقالوا قريش طيب يلا ايش نبي نسوي؟ نبي نهد الكعبه. قال مستحيل نهد الكعبه، هم جالسين بالمجلس حقهم الندوه اللي دخل عليهم عمر فيها هذه، ايش نسوي؟ خلاص اتفقوا ان نهد الكعبه. قالوا طيب شلون نبنيها؟ اول شيء ما مبنيه من 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 من, من حجر، ما نعرف نبني بحجر. قالوا انتم حطيتوا النيه هذه ان احنا نبني الكعبه؟ قالوا ايه، بس احنا بناهم كله طين، حجر فوق حجر كذا ما نعرف. سبحان الله، ويسوق لهم واحد عبد، يسوق لهم الله سبحانه وتعالى عبد ماخذينه من الروم متخصص في بناء القلاع. قال انا ابني لكم اياها واعلمكم الطريقه كيف. قالوا هذا اول التيسير. وش تبي؟ قال ابي خشب طويل. قالوا ما نعرف من وين نجيبه. يوم اخذوا كم يوم وتتحطم سفينه بجده ويجيبون اهلها اخشاب اطوال حقاتها تجارة للكعبه. جو ذاك اليوم بالسوق ولا هذا الاخشاب الطوال؟ قال هذا ثاني تيسير. الحين معهم الاخشاب ومعهم العبد اللي يقدر يبني. حلو. طيب كيف نبني؟ قالوا ما نبني إلا بأموالنا الطاهرة، أموال بغاء يعني الدور هذا اللي حقت البغاء، وأموال ربا ما تدخل فيها، وأموال ظلم. أي واحد يتاجر بالجواري والأشياء هذه ما ناخذ منه. أي واحد يتاجر بالربا يعني يربح أكثر، والظالم بالتجارة. يوم جمعها أموالهم لقى أموالهم شوي ما تكفي. الكعبة بذاك الوقت كيف كانت؟ كانت شكلها غريب، مو زي شكلها اليوم. اليوم جاية مربع
فيه شوي استطالة صح؟ بعدين قوس. بعدين في قوس. زمان القوس هذا أصلا كان مبني، كانت دائرة كاملة، كانت مو بكلها بس القوس جاية زي شكل الرصاصة مدببة من جهة ومن باقي، والباقي أضلاع وجاية مستقيمة شوي ومرتفعة. حلو؟ وش نسوي؟ نبنيها بالفلوس اللي معنا. فبدأوا يبنون الكعبة، يبغون يبنون الكعبة بالطريقة هذه، لكن إيش؟ ما معهم فلوس. يوم جو قالوا يلا نبي نهد. شلون نهد الكعبة؟ كيف نبدأ نهد الكعبة؟ جاء الوليد بن المغيرة. مين؟ أبو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد أبوه، أبوه هذا الله سبحانه وتعالى ذكره بالقرآن، فكر وقدر ثم فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقال إنها ذرني ومن خلقت وحيدة. الله سبحانه وتعالى ذمه وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. المهم جاء وقف قدام الكعبة ومعه معول، قال يا رب إنك تعرف نيتنا، طيب قال يا رب انك تعرف نيتنا وانه حنا ما نوينا الا اننا نضبط الـ 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 الكعبة لا تنهد. واخذ المعول ضرب 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 لين طاح حيله. قال قريش يلا قوموا معي. قالوا لا ما نقوم معك لين نشوف بكرة يمكن تجيك طر الابابيل ولا شيء من الله. وتركوه يوم كامل ينظرون لانها قد صارت لهم حقت الله. اي يوم جاء ابرهة يبي يهدم الكعبة قبل الاسلام. اي مولد النبي صلى الله عليه وسلم عام 570 ميلادي. يوم يموت ابو النبي صلى الله عليه وسلم. اي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في ضلال الى اخر الايه. ممتاز. يوم جاء من بكره الوليد بن المغيرة ما جاء شيء، وقف قدام الكعبه وجاب عياله وبدوا يهدون. جو قريش بدوا يهدون خلصوا الهد اللي فوق، بدوا يشيلون من الاساسات. قال شيلوا، شالوا من الاساسات وصلوا الى حجر تحت الاساسات. قال شيلوا، يوم شالوا وصلوا الحجر غريب جاي لونه اخضر ومدبب كذا كنا اهرام فوق بعض. هذا هي القاعده اللي بنى عليها ابراهيم عليه السلام الاساس. يقول الله سبحانه وتعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد. جاء واحد منهم حط المعول تحت تحت الحجره هذه ورفع، غشاهم نور طاح ورجع الحجر مكانه. قالوا خلاص. وش النور؟ طيب ما ندري. نور طلع من وين؟ من تحت الحجر هذا المدبب الاخضر. قالوا خلاص هذا الاساس هذا نبني فوقه. يا ساتر نور الضرب. ايه يوم جاء هو جاب يرفع هذه بعد طلع النور طاح، طاح المعول رجعت الحجر بنفس مكانه. قالوا خلاص من هنا نبني وبدوا يبنون. يبنون ما كفت فلوسهم، قاموا قفلوا الكعبة كذا وحطوا احجار انه ترى هذا اللي يبغى يطوف يطوف من هنا ما يدخل، ما يقتصر يطوف من برا، وخلوها باب واحد ورفعوه عشان ما يدخلوا الا كبار قريش، ولا كانت بابين والواحد يقدر يدخل ويطلع من الكعبة كان لو كان لو كان كذا. بعدين جاء بغوا بغت تنتهي قريش من الحرب اللي كانت تبي تصير. جاءوا بنو عبد الدار او ايا كان اللي هم ماسكين الكعبه معهم الحجر الاسود. قالوا يلا حنا نبي ناخذ شرف اننا نحط الحجر الاسود. قالوا قريش معصي، حنا لنا كل الشرف، حنا نشارك معكم. تهاوش على من يحط الحجر الاسود؟ من اللي يحط؟ من اللي يحط الحجر قريش الاسود؟ قريش ومن؟ كل قريش قبائلها. اي قبائل قريش. حتى جت واحدة من القبائل مخزومة اذا ما خاب ظني، اللي منهم خالد موليد ومنهم ابو جهل. جابوا طست فيه دم، وانه كل واحد منهم يعني ما دون الدم اذا ما اخذنا الحجر الاسود. وكانوا دائما اذا اختلفوا يروحون يا الكاهن يا يروحون شو اسمه الواحد كبير بالسن يحكم بينهم. يوم جو الواحد من اكبر الناس عندهم كل قريش تتذابح، قال لهم اللي يدخل من هذا الباب، اللي يدخل من هذا الباب هو اللي يقرر. راضين؟ قالوا راضين. وتلتفت كل قريش على الباب، باب الواحد واحد لا واحد من ابواب المسجد اللي تدخل. يقول الشخص اللي الان يدخل هو اللي يحدد. كل قريش يعني هم جالسين وفي باب هناك، قالوا اول واحد يدخل مع هذا الباب هو اللي بيحدد، هو اللي بيحدد مين اللي يحط. عرفت؟ ايه. وكلهم يتلفتون ويناظرون وكلهم مسكتين ومركزين، وصدفه يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على الباب السلام. وكل قريش يصرخون الصادق الامين رضينا رضينا، الصادق الامين رضينا. كان يسمى الصادق الامين من قبل، من كذ ما جرب عليه يوم كذبه، عمره 35 ما يوم كذب.
الأمين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسوى طريقة عجيبة، خلع رداءه وجاب مندوب من كل قبيلة من قريش كلهم مسكهم الرداء وحط الحجر الأسود بالنص وقال رفعوه، كلهم رفعوه ودوه عند الكعبة واخذ الحجر بيده وحطه. فشاركت كل قريش في وضع الحجر الأسود في الكعبة، فكانت هذه أول فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم تبرز قدام كل قريش إنه هذا إنسان غير طبيعي، وإن الله سبحانه وتعالى خصه إنه هو اللي يحط الحجر الأسود في مكانه، وقريش كلها تشهد له بأنه الصادق الأمين. في هذه الفترة ناخذ بريك، ناخذ بريك بريك أسئلة يا جماعة اللي عندي سؤال. نعم أنا ديد الشيخ جوز جيب النوم صح؟ والله العظيم ما عندي بثني لان سدحت بتسمع. ايه انا بتسمع لا انام في نص القصة. نفس العيال شو اسمه العيال بالاستراحة شو اسمه بالرمال ستة كلهم شخير وانا اقول قصة يوسف يا اخي ابغى هذه لازم نسويها هذه من جداول ولا رمضان. الفوكس يا جماعة الفوكس بسبب وجهي اقدر اغير لكم اياه اذا كان في احد يطلعني انام. رايد تكفى ما يمديك تروح تنقص بس تنادي اي احد من العيال لما نبدل العدسة بس. عندي سؤال اسال يا ماهر عندي سؤال. روح اصلح هنا وسعه هنا بتسجد عند ترقد حرام يا اخي ترقد الحين ما اشوف. طيب نادي بالله نادي احد من العيال نبغى كام بس كام اي قول له احمد يبغى عدسه ما فيها زوم عدسه طبيعيه. طيب الحين قبل الاسلام كانوا ماخذين الكعبه ايش للعباده؟ اعطي مساحه تفضل تعال خلاص قدراتك الحين توسع الله ما اتوقع نحتاج للعباده كانوا ماخذينها للعباده اي يعبدون كانوا يطوفون ترى بس وش عبادتهم يعبدون الله يدرون ان في الله ويعبدونه يعبدون الله لكن وش الفكره يشركون معه الحجر الاسود له سبب في لونه يقال والله اعلم عن صحه الحديث ما ادري وش صحته هل هو صحيح او لا الله اعلم ولكن انه نزل ابيض من الجنه وسود من خطايا بني ادم اذا ما خاب ظني لكني ماني متاكد بالله اسال الشيخ جيم اوف ثرونز حقيقه ولا كذب كذب يا قلبي تستهبل وشو السؤال طيب الحجر الأسود في ناس يقولون إنه كان لونه أبيض إيه هذا اللي قلته قبل شوي طيب من قريش بس السؤال الحين عام الفيل أي عام عندنا يعني كم بالميلادي عام 571 ميلادي 571 ميلادي صدق اللي يقرا سورة صدق اللي يقرا سورة الإخلاص في ليلة القدر تحسب له تحسب له 83 سنة ما توقع ما فهم هو ما فهم يمكن ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر يعني انه ان شاء الله اعمالك تصير افضل من اعمال 1000 شهر كم 1000 شهر 83 سنة سواء تقرا الإخلاص او تسجد او 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 تصلي وتقرا القرآن ان شاء الله اجرها الخير اللي فيها اكبر من غيره فما تخص سورة بحد ذاتها يعني لازم يصير وضع شامل يقول كيسأل الشيخ وش أحسن شخصية عنده في وجود العمالقة أول شيء مو بشيخ نايف بس الله بعدين ترى هتشر مني يا عيال ما في مسلسل ما تابعه ما في إنمي ما تابعه لو تسألون على أي شيء بجاوب أنا بالنسبة لي على السؤال هذا إيروين ها؟ أي خلاص ما أحتاج أقول على السؤال إيروين سميث ما في بعده سؤال لو جاء شخص كافر هدم الكعبة في عصر ما والله أنا راح باقي الكلام ما أدري كنت كاتب من بيجي هدم هل الكعبة تهدم هل من علامات الساعة بتهدم بتهدم صدق إني يقول النبي صلى الله عليه وسلم دس سويقتين يجي واحد يهدمها إيه سيقانة هذا كبرهن أيوه يهدمها وأصلاً قد جوا القرامطة وهدموها وسووا مشاكل وأخذوا الحجر الأسود هذا قبل كم قبل سنين زمان طيب عادي عندي اتصال خفيف خذ راحتك ريال مدريد راح فيها يا شيخ حمزه ويكون عليها الحمد لله الحمد لله شكرا لله تاخذ اتصالك صح صل صل على النبي يا جماعه هاي فضل وين ما تعرف شي يطفي شي بالاجدار يلا ما اعرف والله ما اعرف ضغط لين ما ربك يفرجها ضفت ابو سعيد جاوب على السؤال ابو سعيد لا تكرر طيب
اي واحد عيال يسال سؤال زي السكس بي قلب اللي يقول يا شيخ خلصون جنبك حقيق ولا كيف يعطوه بلوك يوم، هذا مستهتر ما يقدر رول بلاي. سمعت ان ليله القدر تكون بالارقام الفرديه صح ولا لا؟ ايه بس مو بشرط ولا الا اتوقع انه يعني اقرب انها تكون للليالي الفرديه. ايه كان في حول الكعبه اصنام اللي كانت في اصنام على طول يا جماعه اي واحد سؤال مجانين نوع اسئله مجانين سفروه تسفير بدون اي استثناء حتى لو فتوى هش. كمل بريك خفيف تبغى بريك اسئله خليهم هوك هوك بس دقيقه نخله يلا هذا ترشنا فيه ذا اشيله ولا وشو الدفه اقرا سؤالي طيب ما في احلى منه خليه يجي ويلكم يا ابو برا ابو برا عندنا قصص اليوم وعظه وعبره بتقعد تسوي مشاكل شباب يسفرونك على طول انا ما عندي انا جنبي من اليوم قاعد اسال ما في شيء ما سالته وللي يسال يا جماعه ترى ما راح ما اتوقع بنلعب احتمال احتمال احنا ما نلعب يعني بنخلي باقي بندخل بقصه نزول الوحي وبقصه ان كيف جبريل نزل عليه السلام هو عطاني قال لي ايش بنتكلم عنه اليوم فبيكون بث اليوم قصص بستكن انا بعد بستكن والله لو انه ما في بث يا عيال اني لا انسدح واسمع لين خلص سؤال اي ساعه تبدا ليله القدر شوف انا ما شباب الان الاسئله انا تبونك تبون اكيس لكم ما في معلومه انا اجوبه حق اسئله هذا خلونا نتأكد ثم نجاوبكم. لو جاء شخص كافر هدم الكعبة في عصرنا الحالي هل راح تنزل طيور الأبابيل؟ بسأل السؤال هذا بس ما أتوقع أن لها علاقة صراحة. طيور الأبابيل ما أدري بشوف الآن. وش يا قلبي؟ يقولك لو واحد جاهز جاي يبغى يهدم الكعبة في عصرنا الآن. إيه؟ هل تنزل طيور الأبابيل؟ أول شيء ما في أحد يبي يجي كذا والله سبحانه وتعالى بيخليه يهدم الكعبة. لكن في علامات مثل هذا ذو السويقتين الله سبحانه وتعالى ما يعني عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيهدمها. القرامطة يوم جو هدموها. الآن الفترة اللي حنا فيها ما فيه أشياء تخليك تؤمن. لازم إيمانك أنت صار لنفسك الآن. وش الإيمان يا جماعة الخير؟ الإيمان إن الواحد يصدق بشيء ما شافه عين اليقين. الحين ليش الله سبحانه وتعالى الناس اللي كانوا يكذبون بالأنبياء عليهم السلام إذا جتهم الآية وكفروا خلاص يكونوا كافرين كافرين لا لا خلاص يهلكون. ليش؟ ما بعد الآية تكذيب. الآية من غصب. هي العلامة اللي العلامة ما أي تعال مثلا أهل شو اسمه أهل قوم صالح عليه السلام مثلا قوم صالح عليه السلام عرب وعرب من العرب القديمين وكذا وعندهم تقديس جدا كبير بسبب جغرافيتهم للإبل. تنشق الصخرة ويطلع منها ناقة علامة. شوف شنو كذبوا كذبوا. وش صار لهم عقاب؟ صاروا كأنهم شو اسمه صرخة إذا ما خاب ظني هم اللي جتهم. إيه لا ما جاهم ريح يا جاهم ريح او جاهم صيحه من جبريل عليه السلام. يا ساتر الصيحه دي كنت خاف منها. ايه اللي يصيح في البوق. لا صيحه البوق عند من؟ صيحه البوق عند اسرافيل هذا حق يوم القيامه. ايه اقول لك شيء يفجعك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حاجتين عنه. ايوه عن اسرافيل. عن اسرافيل اللي يمسك البوق يقول انه يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1000 سنه التقم البوق وارخى اذنه ينتظر الاشاره يعني يقصد انه قربت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني انه شاخص عيونه يخاف انه يجيها الامر قبل ما يرمش. عيونه مثل الكواكب الدريه. وتخيل تخيل شكله يقول ها يستنى بس امر خلاص انه ينفخ لانه قرب. كل العصور الماضيه رسول. إيه كل العصور الماضيه قال كذا. يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني مفروض انه
الله علامة أول علامة ساعة الرسول صحيح؟ لا شوف النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة عيسى أول واحدة ما أدري ما في حاجة ثابتة في صغرى لأنه في صغرى كثير وفي الكبرى الكبرى أول شيء المسيح الدجال أول علامات الساعة الكبرى المسيح الدجال ترى بعد العلامات هذه إذا خلصت العلامات هذه ترى ما تقوم الساعة ما تقوم طيب على كده أنه مستحيل أنه ينفخ بالصور الله أعلم ألا لين ما تطلع علامات الساعة صح بس متى تطلع ما أدري بالضبط هل ممكن تطلع كلها ورا بعض كده سريع سريع أي الكبرى تيجي ورا بعض الكبرى ورا بعض هذا من هنا ينطعم بالحربة بحربة عيسى عليه السلام من هنا ذولا يكسرون السد من هنا ذولا يموتون من هنا فهمت لكن ترى بعدها نعيش سنين بعد العلامات إيه يعني في باقي نفخت الصور مو بشرط ما أدري إيه دست تعيش لكن سبحان الله يوريك إنه قربت معنا إيش كنا نقول إيه صحيحة فالشاهد إنه لما تجي العلامة عندك وتكذبها أنت في الإيمان أنت في الإيمان وش الإيمان شيء غيبيات طيب لو الله سبحانه وتعالى عشان حنا نؤمن نزل لنا ملك في أحد بيكذب لا لك فضل إنك آمنت لا ما لك فضل فعشان كذا حنا نؤمن بالغيبيات الذين يؤمنون بالغيب الذي بسورة ال هل لنا فضل أكثر منهم بلا شك بلا شك بلا شك ان احنا الان افضل من اللي كانت تجيهم العلامات ويكذبون احمد طيب انا بسال سؤال هذول يكذبون انا بسالك سؤال الان وضعنا الحالي في العصر الحالي ايه الله يغفر الذنوب كثار ايه في كل مكان ايه شغمنا تطلع لك اغنيه ولا تشوف منظر ولا يطلع لك حاجه اعلان بوجهك ما تبيه هذه الاشياء كلها يعني متى نوصل للمرحلة اللي فيها ان المؤمن في عصر يقبض على اللي كالحج عرفت المثل الحديث في حديث انه يق... ايه 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 ما ابغى اعرف كالقابض ايه كالقابض على الجمر ايه هل الايمان الان يعتبر ان كاني قابض على جمرة الان والله ما ادري لكن تصدق انه ترى لو تفكر فيها يا اخي كأنه الان صعب بس الحمد لله الان يعني لو تلاحظ إيمانك مو متزعزع ذنوبك في عندك ذنوب بس مو بالإيمان مو بالإيمان الأصل في الإيمان نفسه فهمت أحمد هذا اللي أنا أبغى أوصل له القابض على الدين يعني تكفر وترجع مو بالآن تذنب يعني أقصد إنه ما في حولك أحد تصير غريب تصير غريب فهمت إيه الكل يصير مثلاً مثل اللي جاء على إسبانيا فترة سووا له أظن فيلم واحد رجع البيت جده بعد ما توفى جده ولقى عنده ثلمة في جدار في قبو ولقى في الثلمة هذه قرآن فكانوا أجدادهم مسلمين صدفة لكنهم إيه لكنهم منعزلين لأنه كان المسلمين يقتلون بعد ما الأندلس سقطت فصار الواحد منهم يصير غريب بينه وبين نفسه خوف يطلع إيه مثل النصارى أول ما بدأت الدعوة كانت في عليهم قمع جاي من الدولة من الإمبراطورية الرومانية فكانوا يسوون يحط على بيتهم علامة سمكة فيدري إذا طلع هذا من بيت عليه علامة سمكة يحس إنه هذا مؤمن فيفرح إنه هذا مؤمن بعيسى عليه السلام يعرفون بعضهم كان أول شعار لهم قبل الصليب هذا لأنه الشعار الخاطئ كان أول شعار لهم اللي السمكة ذي النصارى فالشاهد إنه يوصل الإنسان مرحلة من إيمانه يحس إنه غريب فيكون صعب إنه يقبض عليه ممتاز خلي الشيخ يقرب على الفوكس لا هو أنا إذا قربت يا جماعة الفوكس يبدأ يخرب نايف بس يا اخي الشيخ احسن نايف انا نايف حلو طيب الخسوف والكسوف علامه تخويف فقط ولا مت علامه يوم ولا من علامات يوم القيامه لا من علامات يوم القيامه صدق ايه والله خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيره العرب يعني اللي قاعدين نشوفه هذا لا خسف فرض آه. يصير في خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيره العرب هذا من علامات الساعه هل الوباء من علامات يوم القيامه ما ادري الحين الرسول زوجاته 11 والشرع حل 4 كيف كذا نسوي يطلق النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذمته والله 11 ايه لكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعطينا الامثله يعني مثلا تزوج واحدة اكبر منه ب 15 سنه الان المؤمنين عادي يتزوجون حريم اكبر منهم ليش سواها الرسول تزوج 4 فالواحد عادي يتزوج 4 لأنه سواها النبي صلى الله عليه وسلم تزوج واحدة صغيرة هو كبير اللي هي مين عائشة رضي الله عنها فالمسلم الآن يقدر يتزوج واحدة صغيرة حتى لو كان في فرق عمر سواء فرق عمر أنها أكبر أو فرق عمر أنها أصغر
تزوج واحدة طلقها واحد كانوا يسمونه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زين عشان خلاص المؤمنين اه الحمد لله، واللي من اول كان الواحد منهم ما يتزوج مثلا الولد اللي متربي عنده، فهمت؟ انه يعتبر انه متبنى، والمتبني عند الاسلام معروف بقصته. تزوج واحدة كانت اهلها يهوديين لكن هي اسلمت علشان برضو المسلمين الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصير له امثله كثيره. ايوه يا يطبقها يطبقها المعلق. فمحل بقرب وقت، فهمت؟ فهمت لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا امثله مره كثيره. حلو حلو حلو، واضح مره. هاي هل ليله القدر لها علامات؟ علامات القدر والله اني ما عندي علم، مش علاماتها ما عندي علم، ولكن خلاص ما بقى شيء. اليوم 23، اليوم كم حنا؟ حنا 4 اتوقع، 24 اليوم. 24 ما بقى شيء، ما بقى شيء ان ندور علامات ندور ذا، خلاص كل هالايام هذه اشتغل الجايه ذي عشان تعيد صح. والله يفرق معك العيد. نبي نعرف كيف توفى خالد بن الوليد رضي الله عنه. توفى خالد بن الوليد كانش درفتنج اوت اوف ذا ستوري ولا صح؟ هذه قصه ثانيه. لا توفى خالد بن الوليد وفاة عادية، وفاة عادية جدا من كبر سن يعني. لا 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 صغير يعني، مو بشايب. لكن عزل هو. عزل من مين؟ من عمر رضي الله عنه وارضاه. عزله؟ ليش؟ الطبيعي كان بالمعارك، الطبيعي. عمر مسلم، هو مسلم. عزله من انه يصير قائد جيش، خلاص ما يدخل بالفتوحات. المسلمين تعلقوا، يما جيش كبير، اوه جاء خالد خلاص. ما يبغاهم يعتمدون على خالد يرتاحون. إيه. وبعد خالد بن الوليد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه فتح مصر، فتح الاسكندريه مرتين، فعشان ما تتعلق انفسهم به. خالد رضي الله عنه وارضاه رجع تقاعد بالشام بعد 4 سنوات من هذا الكلام، توفى. ما حياته كانت ذيك. صادق. كان في سيفه رأي يعني، في سيفه رهق يعني، الذبح عنده كان سهل. حتى جاء الواحد من عند النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك، قال خالد بن الوليد أشهد أن لا إله إلا الله، جاء خالد وذبحه. كيف كيف؟ تخيل. عيدها بالله، مكتب مركز. قال الخالد بن الوليد أشهد أن لا إله إلا الله، اذبحه. إيه؟ خالد بن الوليد. ليه طيب ذبحه أسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شهد أن لا إله إلا الله. قال يا رسول الله خوفا من السيف. قال أكشفت عن قلبه، شفت اللي بقلبه. قال اللهم اني ابرأ اليك من خالد، من اللي سواه خالد يعني، هو من خالد من اللي سواه خالد. فكان في سيف رهق يعني، قوي قوي بالقتال ويحب القتال مره. ترى ما شارك ببدر عشان ما يصير، عشان ما يهزم، لانه ما انهزم ولا معركه في حياته. بدر اللي لف على هذيك احد وفاز فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ما خسر ولا معركه في حياته، ولا معركه. هو الاسكندر المقدوني ما انهزم ولا معركه في حياته. من الاسكندر ده؟ ألكسندر ذا جريت المقدوني. مسلم؟ لا لا بالله عليك، ما حد هزمه ذا اللي انا اظن انه في القرن. لا والله بحث. طيب ما كان مسلم هو؟ ما هو تاريخيا ما كانوا يقولون انه مسلم. سمعته انت ولا ما سمعته؟ سمعته. بالله تاريخيا ما ذكرت ذكر في القران. ايه مو باي واحد يذكر. انت اللي يذكر في القران لازم تسقطه على شخصيات التاريخ صح؟ يقول سمعنا. كذابي ما سمعته. فتوح شو كان سؤالك؟ ما ترى ما قريته، شفت كتبت مدري كتبت في بعضكم قال كتب وش قال، بس يعني اعتقادات تحليلات شخصية يعني، ما نبغى نصرح فيها. قصة مكة شيخنا وش صار عليها؟ طيب كمل كمل. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كم عمره؟ 35. وقدام كل قريش وكل الناس ثبت بأن الله سبحانه وتعالى مصطفيه، أنه هذا إنسان مختلف كذا. الفوكس كويس إذا تبي تقرب قرب. هو كنت أنت بها. أنا عادي، أنا معي مرتاح. أيوه كذا مرة بريفيرفكت. حلو. هذه الفترة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لين صار عمره 40، حلو، خلاها النبي صلى الله عليه وسلم صارت تعبد. صار يطلع من مكة يروح الغار حراء، غار حراء يشوف منها الكعبة من غار حراء. ويجلس فيه تعبد. مين؟ يتفكر. يعبد الله سبحانه وتعالى. كلهم يعبدون الله. ركزوا يا جماعة، ها قبل الإسلام هذا 5 سنوات صح؟ شو ركزوا؟ ايه بهذه العمر، من عمره 36 35 36 إلين هذه السنوات، يروح غار ويقعد
يدور الليالي الفردية ويقعد يتفكر وش اللي صاير وش ذا بالليل طبعا. وفي يوم من الأيام بعد ما تم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، بعد ما تم 40 بكم شهر، في أغسطس سنة 610 ميلادي الموافق 10 الأواخر من رمضان، راح النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كالعادة للغار وجلس الحال وبالغار ما عنده أحد. بالطريق هو لاحظها كم يوم بالطريق، كان يمشي ويقول ويسمع السلام عليك يا رسول الله. من مين؟ صوت بالظلام. أيوه. السلام عليك يا رسول الله. المهم فهذا التاريخ اللي قلت لكم عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وجالس بالليل يتعبد ويتفكر، وشوي يدخل عليه رجال من أكمل الناس شكلا ولبسا، يدخل عليه بالغار. النبي صلى الله عليه وسلم ها إيه دخل عليه بالغار. شلون جاء؟ شلون دخل؟ فقال يا محمد اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. في الحديث الثاني كان معه ديباج فيه كتاب من حرير، فيه كتاب مع الرسول ولا مع الشخص اللي مع الشخص اللي النبي صلى الله عليه وسلم تسأل حاله. قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما يعرف يقرأ. فضم النبي صلى الله عليه وسلم قوة، النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الموت واطلقه. قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. وعاده المرة الثانية اقرأ ما أنا بقارئ 3 مرات، وهو يغص النبي صلى الله عليه وسلم قوة إيه ويطلقه. بعدين قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم انفجع من الموقف وراح كأن يركض، وهو بالطريق راجع ويسمع صوت يقول يا محمد نفسه. إيه يسمع صوت يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم التفت جهة المشرق لقى جبريل بكامل هيئته واقف في السماء. إيه شافه بهيئته الطبيعية، فتسمر النبي صلى الله عليه وسلم يناظر جبريل، وجبريل يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. في هذه الأثناء حست خديجة أنه في شيء، فأرسلت الغلمان ابحثوا عن محمد. راحوا الغار حراء رجعوا ما لقوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالطريق متثبت يناظر جبريل منصدم. لين راح عنه جبريل، رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد، دخل على خديجة دثريني زميلي. فيوم يوم يوم جلس يوم يوم أنه هدى شوي قال ما بي وش اللي صاير لي، وحكى لها يوم هدى. يا صوت قاعد أتخيل أني أرفع راسي فوق وألقى ملك مال الدنيا تقول هل هو صدق جناحه يغطي المشرق والمغرب؟ له 600 جناح. لا إله 600 جناح، جناحه يغطي المشرق والمغرب الواحد الواحد من كبره. جبريل سيد الملائكة، أعظم الملائكة، أكبر الملائكة. جبريل ما بعد جبريل من الملائكة أحد. القرية حقت اللي ما آمنت حقت قوم لوط بطرف جناحه رفعها، حتى أنه سمع أصوات الكلاب فوق بالسماء وقلبها ورجعها طرف جناحه. طيب جبريل الملك هذا وش وظيفته الأساسية؟ جبريل في الأقوام الثانية يعذبهم. هل هو مسؤول التعذيب ولا هو يرسل؟ لا يرسل الله سبحانه وتعالى في العذاب، ويرسل في الرسالة. يرسل أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى موسى عليه السلام، يرسل للأنبياء ويرسل للعذاب، الصيحة، طرف الجناح. إيه لأنه سيد الملائكة. ف
فكان يقول له وأنا جبريل أنت رسول الله وأنا جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل دثلون زملي زملي فحكى له الموقف. أنا في الغار دخل علي يضمني يقول لي اقرأ, بعدين قال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر القصة, وأنا وجدت كامل في السماوات. قالت لا يخزيك الله فإنك تصل الرحم. بدأت تعطيه خيرات النبي صلى الله عليه وسلم, إيه أنت تصل الرحم يعني أنت أخلاقك عالية وتعين على نوائب الحق وتنصر المكروب, يعني أنت كل الفضائل هذه ويخزيك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف أنه في جن ولا شيء, فقالت نروح الورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل ولد عم خديجة رضي الله عنها, أيوة. وكان نصراني وعنده علم قوي, فيوم دخلت عليه قالت له حكت له الموضوع, فسأل قال أسمع من محمد, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا صار لي كذا كذا كذا, قال الله أكبر, يقول ورقة إيه, قال الله أكبر هذا الناموس الذي نزل على موسى وأنت بتكون رسول. قال له بصريح العبارة إيه إيه, قال يا ليتني كنت فيها جذعا فأنصرك نصرا عزيزا حين يخرجك قومك, لأنه كان شايب. يقول ليتني شاب أنصرك إذا جاء إذا جو قومك. طيب هذا صعيبي صح؟ ما ماك مسيحي على المسيحية الصحيحة. آه على وقتها. على وقتها. إيه ما كان ثالوثي. إيه زين يقول يا ليتني كنت فيها شاب عشان أنصرك يوم يخرجونك قومك. لأنه يدري هل هذا اللي بيصير. إيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم, قال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وحوي إلا وحاربوه. طيب شوف الأمر العجيب. حلو. بعدها انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدة يوم يومين أسبوع 20 يوم شهرين, ما في شيء ما في شيء من بعد سنة ما صار شيء ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجعة الآن صار تواق إنه يسمع الوحي. 4 شهور ما في شيء صمت. 5 شهور 6 شهور حتى مات ورقة بن نوفل. أيوة. وست شهور والنبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يجي, ما في شيء, حتى لدرجة انه صار النبي صلى الله عليه وسلم يرقى المرتفعات يبغى الوحي يجيه. فشوف سبحان الله دبرة الله, من بعد ما كان مفجوع الان صار مشتاق. شفت شلون؟ عشان ما يصير مفجوع دايم الان صار مشتاق للوحي. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم نايم تنزل عليه ينزل عليه الوحي, يا ايها المدثر قم فانذر. جبريل إيه؟ قم فأنذر وربك مدثر المتغطي إيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. الآن بدت الدعوة, بدأ يدعو. أيوة. لذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحين كل الآيات هذه حنا نحفظها نعرف الآن وش ليش جت نزلت سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر, سورة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآن بدأت الدعوة, بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عاد يدعو. الآن أنا ما ودي أحرق لأني وصلت هنا بسناب. أوه هذا إيه؟ هذا تسويق يا جماعة, هذا تسويق واضح. قسم بالله أني دخل جو. اسمع بس الكلام. طيب الآن في الفترة هذه إيه؟ ما خطر على الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا ممكن يكون وهم حلم شيء؟ 6 شهور كاملة ما ينزل عليك الوحي. بالغوا بعض الناس إلى درجة إنهم قالوا جابوا من إنه ذكر يعني عن البخاري وكذا إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى من قوة الضيقة يقول لك إنه كان يبغى يرمي نفسه من الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم صح تضايق إنه 6 شهور ما في شيء. وش السالفة؟ لكن ما شك ايش اسم مكالمه؟ هلا يا فضل, اسئلتكم تفضلوا. هلا حط سناب, حط سناب الشيخ يا جماعه. طيب اللي مع سناب الشيخ حطه, واللي عنده سؤال عن القصه كانت الدعوه السريه مساله الان. ايوه سناب ان شاء الله بيحطون لكم مشرفين او اي واحد من سناب الشيخ يحطه في الشات وخلاص المشرفين ينشرونه. يلا
إذا انتهينا من الحساب هل راح يبوتون الملائكة؟ ما أدري تصدق؟ لو إبليس سجد لآدم يدخلون الناس كان ما فيه كان لو إبليس سجد لآدم كان احنا في الجنة. نايف دوت ام كي صحيح هذا حط لكم فتوى بيض الله وجهك يا فتوى. أنا اللي أعرفه إنه ورقة ابن نافل على دين إبراهيم. نوفل. نوفل على دين إبراهيم صحيح؟ لا كان نصراني أو على دين إبراهيم أيا كان يعني التفصيل هذا ما يفرق ترى. نبيه يشرع عن الناس اللي ينزل لهم القرآن باليمين أو اليسار يوم القيامة. سمعت عن هذه؟ القرآن ولا صحفهم؟ لا القرآن ما أدري قرآن كاتب. صحفهم. سمعت إن يوم القيامة في ناس يستلمونها بيد اليمين واليسار. كتابه. كتابه. وش الكتاب طيب؟ كتابك أنت. حياتي كاملة سويت. ذنوبك أو خطاياك وذولي. مين بيسلمني إياها وكيف؟ يجيك هي تجيك. الناس تأخذ الكتاب باليمين يصيرون من أصحاب اليمين. في الجنة. إيه. على طول. إيه خلاص. وأما من أوتي كتابه طبعًا في الآية وبشماله. بعضهم يشوف الناس يأخذ باليمين قال الله سبحانه وتعالى في الآية وراء ظهري. ليش وراء ظهري؟ شلون يستلم الكتاب وراء ظهري؟ كيف؟ لأنه يشوف الناس يستلمون باليمين فيغب اليسار ويجي الكتاب ويجي يساره من وراء ظهره يجي خلاص بيساره. هذا خلاص جهنم. إيه. طيب ترتيب الحساب يوم القيامة. سريع الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. ليش ما أنا سمعت إنه يجلس 70 الحشر. الحشر ما يبدأ الحساب. لحظة الحشر قبل يوم القيامة؟ إيه لا لا ها قام شوف يوم القيامة خلصنا العلامات حلو قامت القيامة حلو وش معناتها قامت القيامة؟ انهدت الدنيا كلها نفخ في الصور خلاص وطلعوا من قبورهم لا لسه لسه لسه, لسه الآن تنهد الدنيا والشمس تصير كذا ومدري ولا حياة وتنشق السماء والأحداث هذه وجمع الشمس والقمر كوكب القمر 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 هذا إيه؟ يدخل في في في, في الشمس اللي يعتبر نجم وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر والأحداث هذه اللي تصير يوم القيامة تنشق السماء فكانت وردة كالدهان والأهوال هذه اللي تطلع على أشر الخلق ينتهون الدنيا ينتهي كوكب الأرض تنتهي كل شيء الله سبحانه وتعالى يأمر فينفخ في الصور الآن خلاص قامت القيامة يموتون كل شيء يموت ما يبقى الله سبحانه وتعالى حتى الملائكة كل شيء كل شيء حتى جبريل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله سبحانه وتعالى يقول لمن الجبر لمن الجبر في اليوم إيه سبحان الله سبحانه إيه؟ عز وجل إيه؟ ثم يخلق الله سبحانه وتعالى الملائكة ثم ينفخ في الصور فيقومون الناس للحشر للمحشر مين اللي يقوم اللي ما كان في الاولى لا كل الناس كل اللي في القبور بعد كل الناس من اول ما خلق الله ادم شاطر. كلهم يحشرون ظلمه شو يقول الله سبحانه وتعالى في سوره القارعه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش شو كثرهم وتكون الجبال لحظه انا ابغى افسرها كالعين المنفوش وش العين زي 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 القطن كذا ما له قيمه كله تتساوى هذا يوم القيامه يا ويلي الجبال ذي اللي ما شاء الله يكون الارض خلاص مسطحه طيب عدد الناس الهائل اللي سكنوا العالم كل ذول بيطلعون اصلا الأرض هذا يعتبر حشر ولا حساب هذا حشر حشر الحشر الارض نفسها كوكب الارض مو بالارض نفسها يوم تبدل الارض غير الارض طيب طيب ما في شمس ما في شيء زي كذا تيجي بعدين لكن اول اشراقه لأهل المحشر وأشرقت الأرض بنور ربها نور الله سبحانه وتعالى يشرق علينا بالمحشر حتى الكافر المسلم كله إيه يشرق علينا نور الله سبحانه وتعالى إيه؟ بعدين تدنو الشمس مننا تيجي الشمس تدنو حتى أنها تصير مرة قريبة بعدين المتحابين في الله إن شاء الله أنه تصير متحابين في الله تحت ظل العرش متظللين عن الشمس ذي زين إيه؟ هذا كله محشر طيب في حديث يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة تحت ظل إيه يوم لا ظل لا ظل وش هم السبعة تذكرهم خلهم يعدون طيب يا جماعة يلا السبعة عدوها لنا اللي يوم القيامة يا الله يا رب أنا أعرف كم واحدة منها أنا أعرف كم واحدة اذكروا لي السبعة اللي يوم القيامة إذا إن شاء الله يعني نكون منهم شوف هذا يقول لك الحيوانات تتحاسب لا تصير تراب حتى أن لا هي ما تتحاسب لكن الله سبحانه وتعالى يعدل بينهم إيه؟ يعني مثلا في كان حيوان عنده قرون نطح واحد ما عنده قرون يوم القيامة هذاك يصير عنده قرون وينطحه وتصير واحدة بواحدة من العدل يعني بعدين كلهم يصيرون تراب بالنهاية طيب يقولك رجل تعلق قلبه في المسجد هذا واحد حلو قاصر الثوب لا هذا كيس الصدقة الجارية إمام عادل
صح. اثنين، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ذات منصب وجمال، يا سلام يا كيواي. قال إني أخاف الله. يا سلام. هذه ثلاثة. رجل رجلان تحابا في الله، أربعة. أربعة. قلوب خاشعة فيه، ولا كيستنا هذا؟ لا. كيستنا. صلة الرحم. لا. كلها فضائل، لكن ما ذكرت في الحديث. شاب نشأ في عبادة الله. صح. حلو. المؤذن؟ لا. كافي اليتيم؟ لا. يا جماعة ما تعرفون؟ لحد ينقل، لحد ينقل من جوجل. لحد ينقل من جوجل. واحد جاوب صح. وش قال؟ ولد صالح؟ لا. شاب النشأ، رجل صدق بصدقة، رجل صدق بصدقة وأخفاها. صح. ستة. ستة. باقي واحدة يا جماعة الأخيرة. رجل معلق قلبه بالمساجد. لا قلناها. طيب أجل، وش اللي نقص؟ باقي سابعة. وش اللي نقص؟ خلنا نشوف. عين بكت من خشية الله. إيه إيه، رجل ذكر الله خاليا. خاليا. ما في أحد. ففاضت عيناه. قد صارت؟ معي أنا. إيه إيه. الحمد لله. والله خلاص. الله يبشر. والله. بس يعني مرة مرتين ثلاث كذا عادي. الحمد لله خلاص. ذكر الله خالي ففاضت يعني عيناه. صارت لي مرة. لا مرة. يا رب الله يبشر. طيب اسمع ها، وش اسمه، وتقدر تسويها بأنك تنفق بدون ما حد يدري، تقدر تسوي أنك تحب واحد لله في الله. يا سلام. اللي يسأل اللي ما يدري السؤال، احنا نتكلم عن مين اليوم القيامة يظلهم الله في ظله. فهذه سبعة أشياء ذكرناها. يا قلبي لا ما شاء الله عليه. اللي ماتوا قبل الإسلام إيش مصيرهم، الجنة أو قبل الإسلام في كانت ديانات ثانية؟ اليوم طلع جبريل شافوه الناس كلهم ولا بس الرسول؟ لا بس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للجن يا شيخ، هل يطلعون معانا؟ عطش يعني الجن. ليش تأمم هذه الأمامات؟ ترى أحب سؤال بالجن. والله أنا قد قالنا قصة يا جماعة مرة في شقة، قسم بالله إني خفت أرجع. ما أبغى أرجع من قوة الخوف. نام معنا. والله إني نمت معه. والله نام بالغرفة وقمت من النوم أتكلم وسولف. الجن الجن سوالف لليك لهم. طيب الجن هل يكونون معنا يوم المحشر؟ اي طبعا، كل الناس كل شيء يحشر. هل بنشوفهم؟ شف ايه، يوم القيامه، يوم القيامه يعني في ذاك الوقت يوم القيامه ما يشوفونا. هم يشوفونا. احنا نشوفهم اذا صح الحديث. الحين الكافر إذا نوى أنه يسلم ومات قبل إسلامه يعتبر كافر ولا مسلم؟ إذا نوى انتهينا. إذا نوى يسلم؟ إذا واحد نوى أنه يسلم بس ما أسلم. بس ما أسلم، بس أنه نوى صح؟ والأعماله؟ بالنيات. بالنيات بس. لكن اللي يأجل هذا عاد شيء ثاني. آه. اللي يقول والله أني مقتنع بس مو بالحين، مو بالحين، الأسبوع الجاي، هذا يمكن يموت وهو كافر. صادق. لكن واحد نوى خلاص يبغى، لكن سبحان الله هو بالطريق مثلا زي ما تقول بأي مكان، فجأة توفى قبل حتى ما ينطق، خلاص هذا نيته. ورقة بن نوفل اللي قلنا خلال الست شهور قبل يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل تيجي سورة المدثر عليه، مات فما لحق انه يدخل الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ورقة بن نوفل في الجنة. سبحان الله، عديان اللي قبل لانه نوى، بس انه كان عديان لا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. صح. ايه ربط ممتاز. ايه ايه صادق. هل ممكن يكون هناك شخص في عصرنا الحالي لم يفعل سيئة طول عمره غير النبي؟ لا ما يمكن، لما معصوم اصلا. نسمع اصلا، شوف لا نخاف من الخطا، اللي نخاف منه التمادي وعدم التوبه. ان الله سبحانه وتعالى غفار رحيم. سؤال هذا انا من زمان كنت اسمع فيه، الصراط المستقيم اللي نمشي فوقه، هذا متى نبدا نمشي فوقه وليش؟ هذا بعد الحساب. بعد الحساب في صراط. بعد الحساب الصراط هذا تحته النار، قدامك الجنه ولازم تعبره. في كلاليب تجيك من تحت، بعض الناس يمشي على الصراط، صراط أدق من الشعرة وأروغ من الثعلب. تحسبه بس كذا حبل تمشي عليه؟ لا، أدق من الشعرة أنحف منها، يعني ممكن ينقطع مرة نحيف. كيف تمشي عليه؟ سبحان الله. طيب ليش محطوط؟ اختبار للناس، لأنه الناس تمشي تجيهم كلاليب جهنم ذي، تأخذهم تنزلهم تسحبهم. تسحبهم جهنم. وشو كلاليب ذي؟ مكباش. ايه
طيب من اللي يمشي بسرعة ومن اللي يهدي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هم نسيت بداية الحديث، على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف. الصراط من هم دول؟ نورهم تشخص منه الأبصار. هذول اللي تقضى على أيديهم حوائج الناس. يا شاطر، بس هذولي؟ إيه؟ فقط حدد هذولي. إيه دول اللي تقضى. لا في كثير، في ناس يمر على حسب أعمالك. إيه؟ أعمالك زينة، صلاتك أمورك تمام، صلاتك زين، صلاتك زينة أمورك تمام، طلقة إيه يمكن حتى برمشة توصل هناك عند حضر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. طيب هل في بعض الناس يحاول يمشي ويطيح ويتعدل؟ إيه طبعا على حسب أعمال، على حسب الذنوب، على حسب الأعمال يراوغ فيك أحيانا. وإذا طحت جهنم طحت جهنم تتعذب فيها. يا ساتر. الصور الطويلة كيف كانت تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ متقطعة آيات صحيح؟ إيه متقطعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل عليه القرآن، أضرب لكم مثال، موسى عليه السلام نزل عليه التوراة اللي نزل عليه في وقته مرة واحدة، راح لله سبحانه وتعالى كتبها على ألواح وجابها حلو؟ بعدين بدت التوراة نفسها عندهم ذولا صارت أجزاء جمعوها مع بعض، ولا التوراة الأولى هي اللي نزلت على موسى عليه السلام وبدوا الأنبياء من بعده يكملون عليها. الزبور حق داود عليه السلام نزل مرة واحدة، إنجيل عيسى عليه السلام نزل مرة واحدة. مرة واحدة يعني كامل جاهز. كامل جاهز مرة واحدة. طيب القرآن الكريم كم كامل؟ 23 سنة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر سورة كانت هي حقت إذا جاء نصر الله والفتح، جاء إذا ما خاب ظني جاء بعدها إيه؟ لأن هي اللي بعد عرف الرسول إنه النبي صلى الله عليه وسلم يموت. المسلمين المرتكبين الكبائر يعذبون في النار لكن لا يخلدون فيها. إيه ما حد يخلد يشهد أن لا إله إلا الله، يعني ما في أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يخلد، لكن تقاوم النار تقاوم. طب تقاوم جهنم؟ النار العادية دي تقاومها وتقاوم لا. جهنم لا، هذول اللي قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني قالوا كذا، يعني هم دارين هم بيتمسهم النار. إيه يقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. طيب الرسول إذا طلع لي بالحلم كيف بعرف أنه هو الرسول؟ الحلم سبحان الله على طول تدري، ترى بتحس. إيه بالضبط، ما يحتاج أنه يقول لك فلان أنا فلان، حقيقيا كان كذا إحساسك بتقول هذا الشخص. طيب سمعت يقولون ان في قصه ضحك فيها الله، هل صدق؟ ها ايه قصه ضحك؟ ضحك فيها الله. وشي الله سبحانه وتعالى يضحك؟ الله سبحانه وتعالى ايه ناسي القصه بالضبط، حتى قالوا افرحوا ولا الاصحاب الله يضحك الحمد لله، يعني ما راح يجينا شيء اذا الله سبحانه وتعالى يضحك. الله يضحك ايه احمد، ما نبغى قصص جن مو بناقصين، عادي ذا الدجاجة هذا شيء ثاني. الله أعلم من اللي فرش جنبي فراشه. والله على حسب القصة نوعا ما. طيب سؤال أموات. طيب نبي قصة عن الجن، شيء فيه بس مو مرة، يعني نبغى نرقد حاجة كذا مرتبطة في الجن. أدري أنكم تبون الجن فيه كثار. أحمد لا أهلي مو هو بجن. أحمد لا والله ما أدري إيش تكتبين يا دنينة من جسمك. فكيت الموت. إذا قلنا نبي لعبة رعب تقلب، لا لعبة رعب معليش تقعد تلعبي اللعبة صوتها يفجر إذنك، تخاف من الصوت ما تخاف مني في اللعبة. تبون قصة رعب؟ بس طلع ما في. طيب هل في موقف صار قدامك او سمعت عن شيء له علاقه بالجن؟ احسك ما تبي تقول. شباب يبون، تبون يا جماعه تبون شيء عن الجن ايه ولا لا بسرعه؟ الدجاج طيب اذكر والله لا اله الا الله. ايش تبون نقول؟ نبغى، انا بتكلم ادري انكم نصكم خوفين مو مشكله،
نبي حاجة يا أما موقف صار مع أحد الصحابة في جن أو في الوقت العصر الحالي أو حاجة إحنا شو ما ندري عنها تصير من الأشياء هذه. والله شوف بقول لكم موقف أو لا لا أو تدري قول يا رجال والله قول. طيب سليمان عليه السلام حلو. سليمان عليه السلام أعطى الله سبحانه وتعالى قوة على الجن عجيبة ممتاز. فكان الله سبحانه وتعالى يقول كل بناء وغواص، تخيل في جن غواص متخصص بالغوص يقدر يغوص في أعماق عجيبة. جن في البحر يعني؟ جن في البحر يغوص. أيوة. في جن طيار. يا ساتر. في جن بناء يبني لك أشياء عجيبة. كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. اثنين كلبشين مع بعض. كلبش الجن. من اللي مكلبشهم؟ سليمان عليه السلام. هو اللي يسوي هذا كله؟ سبحان الله. الله معطيه قدرة عجيبة. عجيبة عجيبة. يشوفهم؟ يشوفهم يتكلم معهم يعذبهم. يسوي لهم أشياء عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم طال موقف عجيب مع من الجن. مسكه كذا. مسك من اللي مسك الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم. مسك جني. إيه. لا إله إلا الله. حتى إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول حس بلسانه هنا طالع. لسان الجني. إيه. وكيف شافه؟ شافه. عرف إنه جني ولا متشكل. شافه ومسكه. أيوة. إيه ومسكه كذا. أيوة. إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى بيربطه على سارية المسجد لكن خاف إنه يظهر. شكله بدني ينفجعون أهل المدينة يعني لأن الشياطين من الجن لأنه الجن أنواع في مسلمين في جن عاديين في جن نصارى في جن يهود نفسنا في جن شياطين. وش الجن الشياطين؟ المالت. لا الجن الشياطين اللي مثلا الجن النصارى مسكين يحس بأن عيسى هو الصح ما يدري والجن المسلم يدري أنه الله سبحانه وتعالى وكل شيء مؤمن. الجن اليهودي يحسب أنه اليهودي هي الصح. الشيطان يدري ان الله الصح وانه ابليس غلط ويبغى يتبع ابليس اختيار هذا متبع لابليس. ايه حاجه ثانيه. ايه هل هو نفس يعني مو متبع لابليس غفله. ايه انه والله يمكن ابليس هو الله. لا 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 يدري لا لا. بس يدري ان الله موجود يدري ان الاسلام صح وما يبي يتبع الاسلام ولا يبي يروح الجنه ويروح هنا. هذا يسمى شيطان. هذولا من اقبح المخلوقات. هل في بشر مثلهم؟ في بشر مثلهم. الماسونيه يعتبرونهم نفسهم؟ ايه والله. ايه ايوه بريت طفي يدي انا انت عضات مش بدك ننزل مقطع هنا نوريهم بيصدعون والله بيصدعون هو طفي ليه طيب شو السلحه دي ضارك ضغط من تحت يلا ضغط مره ثانيه المفروض اني ضغط مره ثانيه اصبر اخر واحد يمين ايوه ها بعدين المقطع بهواك خله بعدين نسمي لان ايش صدمه عمر نوريهم ونثقفهم ونفهمهم بتشرح اول شيء والله بيخوفهم والله بيخوفهم احمد والله بيخوفهم بيقولوا لك ايه والله بيخوفهم. طيب اسمع هل في فايده بيفهمون اشياء بتتضح لهم؟ طبعا اكيد بس صغار على الشيء انا والله ترى ما شفته كامل يا جماعه بنشوفه عقب صغار على الشيء ذا. اي تكفى والله اي داري والله بتخافون نص المقطع بتخافون تنفجعون الاصوات الاشكال الاشياء غريبه مقطع فيلم كرتون بعد فيلم كرتون يعني مو فيلم كرتون رسم بس مره بيخوفكم. طيب خلونا نخليه على جنب بعد شوي بنشوف وبشوف مهارتك بالتحليل ما بفهم هسه بنشوف. طيب اوكي اوكي تم خلاص بعد شوي يا جماعه اعطونا شويه وبنفتح نور هنا الحال لا بنشغله قدام هنا لا احمد والله كلامي والله بيخافون. ليه ليه دقيقه دي بصير
طيب اسمع يا جماعه دقيقه قاعدين نتناقش تمام نتناقش انا ادري ما بس ما اللي يكتب تصويت مو عن تصويت دقيقه الان المقطع نفسه في اشياء ما ودنا نطلع يا جماعه لين ما نتاكد 100% في لقطات فقاعدين نتناقش انا والشيخ الان ان اذا الامور تمام نخلي لها بث ثاني او نخليها بقناه الشيخ شو رايكم بسوي لكم تصويت تمام اي احمد نسيت ابشرك بشيء تك ابشرني قفل الباب طيب بنزل لكم تصويت ليش خلاص بنخليه بالثاني عشان اسمع عشان المقطع نفسه نزينه ونقصقص ونجيب لكم نسخه حلوه لكم يعني ما نبغى نطلع اشياء فوق الطبيعي فوق الذا يا ملاقيف اللي فيهم فضول تمام يا جماعه خلاص اسمعوني والله ما اقدر اتكلم افهموا احنا زلينا يوم قلنا نوريهم متاكد زلينا يوم قلنا والله في دراسك بس اسمع نقدر احنا نقدر نشوفه اول ووريك وين الاشياء لانه هي بالبدايه في شيء طيب بحرق على نفسي بس عادي اتس اوكي طيب يا جماعه خليكم معنا ثواني الله يلعن بليزك الله يقطع بليزك ايش اكتب هاي بيجي طيب شوف انا بروح الحمام وانت اقنعهم ليش لا ومتى نعوضهم ونسوي شيء ما في سماعة عشان اسمع اي سماعة ما في دريشن عليك طيب عندك موضوع تفاهم معه الشاب تاخر عشان تسوي فتحت الميوت ايش هلا والله وسهلا والله يا جماعة الخير قسم بالله ودي والله ودي والله شو مو بودي كيف لكن صعب والله صعب والله يا جماعة الخير اقسم بالله اني اخدمكم بعيوني يا هلا وغلا ضلع البدر علينا ما أقدر يا جماعة الخير لا تتحمسون لشيء بتخافون منه بتنفجعون منه شيء غريب ليش نتفرج مو بلازم ولا مفيد لكم السحمد يحب الفضول
ما وصلت كيفها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. لا ترسلون اسمه يا جماعة الخير، خلونا نقوله هنا أفضل. بدو اسمه 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 بدو هنا اسمه كذا اسمه كذا اسمه عرفوه؟ إيه بعضهم. طيب شو نسوي الآن عندنا هذه، شو نسكب له؟ طيب خلاص هذه أجل جماعة اللي بنسوي إن شاء الله بإذن الله تعالى بنعدل، تمام؟ زليت؟ لا لا ما حد زل إن شاء الله، بنعدل ثم نعرض. وش اللي توها؟ يا الحين ما احنا مسوينا للحين، ما يمدينا. خلاص الحمد لله ارتحت، ما يمدينا الحين صح؟ ما يمدينا نتفرج مع العيال هنا. اقول لك شيء، ها يمدينا احمد خلت تفرج مع العيال زين مره واحده انا وانت. واسمع والشباب ما في مشكله، انا جالس كم يوم صح؟ جالس عيال هنا ببث ثاني فيه، ما عليكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. رايد مو رايد شو اسمه احمد يحط تكفى، قول لهم يحطون السناب. السناب يا جماعة تكفون، كل شوي كل خمس دقائق سو سبام عليه، عرفت؟ ويا جماعة ركزوا معاي، ترى عندي قناة باليوتيوب. ليش قاعد أتكلم؟ بسم الله عطني اسم القناة بسرعة. الذين آمنوا نايف بن ناصر وتطمئن قلوبكم بذكر نايف بن ناصر، قصة أبيل، قصص بداية الخلق، يعني تروح هناك تتنقى. أول واحدة هذه القناة، ترى الشيخ ما شاء الله يعني كل يوم مقطع، أسبوع أسبوعين ثلاثة ناصر ناصر فرع قصص. بس أنا اليوم مسكته والله اتفقت معاه، شوف ضبط وضعك، قصص تأخذها تنزل البث هذا، بنزل منه كم جزئية نعي، نبغى حرق قصص حرق بإذن الله. هذه القناة يا جماعة الخير روحوا ولا اكتبوا نايف بن ناصر سو سب، تمام؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، صلوا على النبي يا جماعه. السلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، السلام عليه الصلاه والسلام. ممتاز، استلمتوا جميعا تنفور. طيب تدري ترى على طاري، خلينا نعطيهم شيء مفيد. ايه تدري على طاري قلنا البحث، قلنا ان الوحي ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أكثر من موقف انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما خلق، يعني بعد ما صار رسول هو يدعو الناس. في مرة من المرات انقطع البث، البث المخ شوي في مشاكل، مو مشكلة أنتوا طيبين، أهم شيء الأمور طيبة. طيب ما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الشيخ الله يعطي العافية تجيله ساعات شوي بالمخ، مو مشكلة. طيب كم جلس فترة حلو مع قريش؟ حلو أسبوع ما في شيء، ما في شيء ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعين. حتى إنه بعضهم يقول إنه تجاوز 20 يوم ما في شيء ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. فبدأوا وش يسوون قريش؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ودعك ربك عشان ما نزل الوحي. إيه قلاك ربك، والله يضيق. إيه قلاك ربك يا محمد، قلاك يعني تركك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضايق صدره، ما ينزل عليه شيء، ما في أي خبر، ما في أي شيء أكثر من 3 أسابيع تنزل. نرتلها، أتوقع أني عرفتها الآية. نرتلها. طيب قدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كل الأحداث هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى، الله سبحانه وتعالى يحلف بالضحى، يحلف بالليل، حنا ما نقدر نحلف إلا بالله صح؟ الله سبحانه وتعالى يحلف باللي أبغى. والضحى والليل إذا سجى، ودعك ربك وما قلى. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى، ما قلاك، ما تركك.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه سورة الضحى نزلت النبي صلى الله عليه وسلم اطمنه انه الله ما ترك. مين يقصد فأما اليتيم فلا تقهر بشكل عام وأما السائل فلا تنهر؟ الرسول يعتبر يتيم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيم. ألم يجدك يتيما؟ اي بس ما كان يقصد فأما اليتيم فلا تقهر، ما يقصد الرسول انهم لا تقهرون الرسول، لا هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أما اليتيم فلا تقهر. الله سبحانه وتعالى يذكر نعم النبي، نعمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا وش معناته؟ ما تدري، ضايع ما تدري، ما تدري شو تسوي. لكنه ما كان ضال مثل ذول الضلال، ضال انه شتت، انه كان يفكر كثير بس ما فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ايوه سناب الشيخ كذا كل شيء دفوه. طيب موضوعنا ضاع. وشو؟ الجن. يدور الجن ما يبي يفتح موضوعه، ما ادري ليش. طيب كل بناء وغواص، صح؟ سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام كان متحكم فيهم لدرجة يا احمد مو طبيعية. هيبة ولا تحكم بقدرات قواه، احد يقدر يقول له شيء من الجن؟ إلى درجة أنه يوم كان يبغى عرش بلقيس، يوم أرسل لها الرسالة جت بالقوافل تمشي من وين؟ من بلقيس، من سبأ، من اليمن. إلى وين؟ إلى مكة، إلى فلسطين. فلسطين، إلى فلسطين. أذكر سالفة اللي واحد سوى كذا وجاه. طيب إلى فلسطين تمشي. في هذا الأثناء قال سليمان عليه السلام مين يجيب لي عرشها؟ أيوة هذه. طيب اسمع، قال عفريت من الجن. شو معناته عفريت؟ شو معناته مارد؟ سؤال لكم. عفريت ومارد يا جماعة، شو الفرق بين العفريت والمارد؟ الآن في واحد يقوم الثاني. الآن المردة مصفدين بجهنم، الحين احنا نتكلم. المردة الشياطين. مردة الشياطين ايه؟ مصفدين بجهنم، بجهنم مصفدين مع ابليس وشلته. يعني ابليس والتوب ليفل معلى الشلة اللي معه كلهم بجهنم الحين. المردة ما في الا السلق يدورون حولنا. عفريت صغير، العفريت صغير، العفريت صغير. ايوه وصل الفرق هذا. عفريت جن، ندري العفريت جن. يلا كلهم جن، المارد والعفريت كلهم جن. مارد كبير، كبير الشيوخ حقهم. لا لا لا، وين القبائل هي؟ عفريت صغير، المارد كبير، العفريت سريع واقوى. لا يا شباب انا بقول لك جواب اللي توقعت. عفريت ومارد، ممتاز. العفريت ما هي مسلمين. قربت، عكست. لا والله، المارد، العفريت والمارد كلهم الكبار. ايه؟ من الجن. ايه الكبار. ايه؟ اللي لهم قدرات خارقه. حلو. المارد الكبير من الشياطين، من الجن الكفره. العفريت المسلمين. عفريت مسلمين، العفريت. طيب تقول في عفريت مردة، المارد. قلت لك مردة، ما قلت لك عفريت. المردة قال عفريت من الجن، يعني مسلم. الجن الكبار يسمى عفريت المؤمن. على 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 شكل العفريت هو يتكلم ولا متشكل؟ لا بأي طريقة. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سليمان عنده فترة لين بعد العصر ويقوم. قال أجيب لك إياه. أروح من فلسطين. شوف القوة، شوف القوة، شلون يطوي الأرض ذا، كم يمشي، وش قوته. يقول أنا أروح لليمن أشطفهم ذول الجايين وأشيل العرش وأجيبه قبل ما تقوم. أسرع من الصاروخ. طيب شوف هذا قوته. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. من اللي يقول كذا؟ واحد قال سليمان من الجاسين. إنسان، إنسان. ايوه عنده علم من الكتاب. ايوه
مش معناته عنده علم الكتاب؟ يعني صار عالم، عالم يعرف اسم الله الأعظم. قال أنا أجيب لك إياه قبل ما ترمش. أوه اسم الله اللي ما حد يعرفه. إيه. تقول ما حد يدري اسم الله. قال أنا أجيب لك إياه قبل ما ترمش. يعني صح إني أنا ما عندي قوة، يمكن حتى ما أشيل حصات، لكن قوتي الإنسان بالله سبحانه وتعالى. أيوة. مو بأن قوتي بجسمي. قال أنا أتي قبل أن أرسل. فعلا دع سأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم. سليمان قالها وهو يسولف معهم، بس رمش العرش قدامه زي ما هو. لا إله إلا الله. الله يا جماعة، هذا اسم ما حد يعرف، لكن لو دعيت الله فيه، لو دعيت الله فيه خلاص استجاب دعاك. طيب ما معقولة ما حد في القرآن في الرسل؟ طيب ايش كلن يحاول يعرف، يعني الواحد يدعي بكل الأدعية لما تجيبه. يدعي باسم الله سبحانه وتعالى كلها. شفتوا أقول لكم كلمة السر؟ بس بعضهم يعرفونه، لا ما حد يعرفه. سبحان الله. ما في تلميح يا خالد، مو باختبار الله يسعدك، لو نعرف ما بنقول لك. طيب نكمل. اسلم. الآن الجن تضرر من سليمان ضرر مو طبيعي. بدأ يطلع كلام بينهم إنه حنا نعلم الغيب. ليش؟ كانوا يتسلقون. كل واحد يلقى فوق الثاني. وين يروحوا للسما فوق؟ يسمعون مين كلام الملائكة؟ فلان مات، يا الله هذا صار رجل صالح. يرجعون ترى فلان بيموت. يأخذون الغيب من الملائكة؟ يعرفون بعض المعلومات. طبعا كان كل واحد منهم يقول ترى فلان بيموت من السرطان، والثاني يكتب ترى فلان بيموت من سرطان الرئة. من يجي الخبر عند آخر واحد عند المشعوذ ذا وعند الكاهن يقول فلان تبي تنكسر رجله طب من السطح، ويألف يألف وتصدف انه اوه صح طاح من السطح زلق انكسرت رجله مات، يعني انه يعلم الغيب الكاهن. هو كله كذب، بس واحدة اللي تيجي فيها صح الموت. خراطين للصبيب. طيب ليش يغير؟ سبك سبك والله سبك. ليه يغير؟ الشاهد فكانوا يقولون حنا نعلم الغيب. في يوم من الأيام سليمان حشرهم كلهم قدامهم، ما حد منهم يتنفس، ما حد منهم يقدر يتحرك من يسار، وكان متكي على عصاه وجلسوا ساعات أيام أسابيع ولا حد يتحرك. عذاب مو طبيعي، ما حد يقدر يتحرك ولا حد يقدر يسوي أي شيء. طيب ليش؟ بس عشان سليمان أمرهم. سليمان أمرهم إنه ما حد يتحرك. ويطعونه. أوه. كيف؟ خوفا منه، خوفا وقوة له. المسلمين والكافرين منهم كلهم. يا ساتر. كان حاطن عصاه على عصاه بالأيام. بعض الناس بعض العلماء كان يقول لك فوق 40 يوم، بعضهم كان يقول لك وصلوا إلى السنة، فترة طويلة. فجأة بدون سابق انذار طاح قدامهم سليمان عليه السلام. الخشبة حقت اللي كان متكي عليها مو بانكسرت. يقول الله سبحانه وتعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل عصاه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذا تأديب من الله لهم إنهم ما تعلمون الغيب. إيش تعلمون الغيب؟ إيش لو تعلمون الغيب كان دريتوا إنه مات وسطكم جالس قدامكم مات الرجال وأنتم جالسين أيام. الآن سليمان كان ميت وهم جالسين كل المدة ذي في ذمتك. ايه ميت مات عليه السلام. يعني طلع مو 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 انه يعقوب انه هو كان حط راسه مات. مات هو يوم تك راسه مات عليه السلام. سبحان الله. فلما خر طاح عليه السلام تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من بعده وسووا بدوا يشيعون بالناس انه سليمان ما هو بنبي، هو كافر لأنه ساحر. ودك تاخذ سحر سليمان تعال أعلمك. يحرج الجني كذا. إيه أيوه. ودك ودك تطير أنا خليك تطير. شل أولق بلا أولق. وبدوا الناس تتعلم السحر. هنا بدأت السحرة. أيوة بدوا. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن طبعا صار وانتشر إلى درجة إنه في بابل برا فلسطين في بابل صار الأمر متفشي. فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم ملكين. ملكين ممتاز. الملكين يعلمون الناس السحر
ملائكة يعلمون عن السحر. ليه؟ شلون يجون؟ يجون يقولون لك تجي أنت بتتعلم السحر، جاي أنت ودك تعرف، يقول لك ترى السحر كفر، ترى السحر كفر، تطلع من أنا بنعلمك شيء بس ترى كفر، تأكد. هذا الملك اللي يقول. إيه ترى طيب. كفر. أنا بوريك الفرق بين قدرات النبي وبين السحر عشان ما ينخلط عليك. لازلت ودك تعرف؟ فيقول لا خلاص أنا آمنت إنه نبي. وأمنت له قدرات. وبعضهم يقول لا ودي أتعلم. وش يقول الله سبحانه وتعالى؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين ايش كانت تقول للناس؟ هذا ملك سليمان، سحر سحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اسمهم الملكين اسمهم هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن كان يجي يتعلم. اللي هو الساحر. إيه اللي هو. يعني السحر باختصار هو استعانة بالشياطين. بالشياطين استعانة بالشياطين. يشحذهم يشحذهم يسوي لهم اللي يبون لين يعطونه شيء بسيط. يدنس القرآن الكريم يدعس عليه أعوذ بالله. طيب هل في شروط معينة للشخص يكون ساحر؟ شروط كثيرة مثلا ما إنه يشرب مثلا يشرب دم الحيض. عندهم من الأشياء المقرفة أقرف الأشياء لازم تسويها ينجس القرآن. والسبب ليش يطلبون الطلبات هذه؟ لأنها هذه عكس الإيمان. النجاسة والوساخة ولا إيش اسمه والقذارة هذه والتنجيس كل الأشياء هذه عكس الإيمان. عشان تصير أنت كافر متعمق بالكفر وبعدين ننفذ لك طلب واحد انك تجي قدام الناس تسوي انك تنطعن وانت ما تنطعن يلبس على عيون الناس ويعطونك فلوس يعني ارخص من كذا ما فيه. فهمت؟ هل يتنبؤون ويجون يعلمون الغيب؟ طيب لا لو كانوا يعلمون الغيب بس انهم كانوا يتسمعون خلاص يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يضرب بالشهر خلاص ما يقدر الله. إيه؟ طيب في واحد من الأنبياء تعارك مع الجن من هو؟ أو طارح تعارك مع الجن؟ إيه ما في أو صحابي في صحابي كان يطارح معه لا ما في ما في ما في سمعت أنا عن شيء زي كذا ما في هذا كله خزعبلات بني إسرائيل ترى بالله إيه ما في أحد صحابي ما أدري يمكن صحابي في قصة من الصحابة إنه واحد منهم يعني إنه نسيت مين نسيت مين واحد من الصحابة اللي كان يدخل عليه والله أنا نسيت اللي قصة ليتني ما نسيته أتوقع أنه وقت الرسول عمر بن الخطاب إيه لا 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 طيب سؤال فرعون ليش للحين جثته موجودة الله قال اليوم أنا أجيك ببدنك يعني ما حطوا عليه شيء ما سووا فيه شيء إلا هذه كانت عاداتهم فالله سبحانه وتعالى يوم غرقه ما راح بالبحر وأكلته الحيوانات البحر والأشياء هذه ورجع. لا نجاه الله ببدنه وأخذه وطحنته فصار مستمر الآن وإلى الآن ما حد يعرف اسمه يعني هو سموه فرعون لا يا شيخ كيف ما حد يعرف اسمه اسمه سألتني اسمه اسألني اسمه فرعون رمسيس الثاني عشر صادق يقولون حتى المصاري إنهم ما يعرفون لا هو رمسيس الثاني عشر أنت عشان تسهل على نفسك كيف تعرف اسم فرعون أبحث كيف تبحث؟ في النت اي بس كيف 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 البحث مو بتبحث تسلسل الملوك في ذا حلو بس كيف؟ تروح ترجع للفترة اللي عاش فيها موسى عليه السلام اوكي سنة كم عاش موسى عليه السلام؟ ما ادري والله 1200 قبل الميلاد ترجع الميلاد ترجع 1200 قبل الميلاد هذه الفترة اللي عاش فيها موسى عليه السلام بعدين خلاص تحفظ الرقم تروح تفتح ملوك وممالك ال فراعنة في مصر القديمة وتشوف مين المملكة أو الأسرة اللي وافقت هذه الفترة فالآن تقدر تربط بكل سهولة واضح ودك نسوي تجربة بسيطة كيف للناس هنا نطلعها قدامهم طيب أنا بقول بضرب لك مثال يلا الآن الفراعنة من كم موجودين آلاف السنين من قبل الميلاد بأكثر من 3000 سنة صح أيوة طيب 3000 سنة تمام فراعنة بعدين جاء يوسف عليه جاء إبراهيم عليه السلام جاء يوسف عليه السلام مش يقول الله في قصة يوسف عليه السلام الملك والعزيز الملك والعزيز صح بعدين بعد يوسف عليه السلام موسى
400 سنة. حلو. يقول الله سبحانه وتعالى الفرعون. طب كيف فراعنة قبل؟ بعدين في يوسف عليه السلام الملك والعزيز، بعدين يوم جاء موسى عليه السلام صار فرعون. شلون؟ معناته في بينهم كان تسلسل قصتك صح؟ لا، في 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 قصة يوسف الله ما قال فرعون. ليش؟ لأن كان في ملك، ما كان في فراعنة. فراعنة من قبلهم موجودين. طب ليش قال الملك؟ هنا تحتاج بحث. بحثنا لقيت بعض المفسرين يقول لك انه يطلق لقب فرعون على الشرير ويطلب، وهذا ما اقتنعت فيه. فهو سويت بكل بساطة، بكل بساطة اكتب لي الان بالبحث يوسف عليه السلام بيوتيوب. لا لا لا، في جوجل يوسف عليه السلام. اذا ما قدرت ابحث بالانجليزي نطلعه عادي. عليه السلام. تمام، خش ويكيبيديا. ويكيبيديا اسهل شيء. ايه يلا تعال انزل عشان نعرف تاريخه. ارقى فوق دور. المشكله هذا مو مثل الجوال، الجوال سهل. انزل تحت عشان تعرف تاريخ الفتره اللي عاش فيها يوسف. 39 هذه؟ لا 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 لا، انزل هذه. انزل هذه، ممتاز. الفتره اللي عاش فيها من متى لمتى؟ ولا نفتح بالجوال اسهل؟ ما يطلع لك اتوقع هنا ولا ملخبطه. ارقى فوق يا اخي، دائما سبحان الله. مع ان البي سي اكبر. هنا 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 هنا، تعال. ايوه هذه. ايه اقرا اقرا. من مثل متى؟ الوفاه، الولاده. الولاده بلاد كنعان. بلاد كنعان من مثل متى؟ من 1405. من 1445. من 1400 قبل الميلاد. قبل الميلاد. 1400 قبل الميلاد. اذا تعال، ايش قلنا؟ يوسف عليه السلام 1400 قبل الميلاد. حلو. طيب 1400. الان اكتب مصر القديمه. متى قلنا يوسف؟ 1400 قبل الميلاد. 1400 قبل الميلاد عشان اقنعك اوريك مصر القديمه. ancient egypt. ويكيبيديا ولا هنا؟ ويكيبيديا. اوكي طيب، في فترات المصر هنا. انزل هذه ترى، ممتاز. انزل. طيب شرق 1400 هو كان قبل الميلاد صح؟ طيب ايه، شوف في فترة. انزل 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 تاريخ مصر. انزل 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 بعد، اعطني اوريك. شوف شوف مثلا الفترة الانتقالية الثالثة، أسرة الكذا، الهيمنة إلى آخره إلى آخره، الحالة، النظام، الزراعة، الحيوانات. يا أخي ما في مثل الجوال، والله العظيم ما في مثل الجوال. بس خلنا نرقى نشوف هذا عشان أوريك حاجة هنا مرة مهمة. شوف عصر حجري حديث، الشرق الأدنى، مصر القديمة، جنوب آسيا، أوروبا. ممتاز. نطلع بالجوال أسهل للناس. بس كيف أوريهم؟ عادي أوريهم؟ عادي نقدر نوريهم. تبي تطلع ايش الان؟ بطلع هذه. وش وضعها دقيقه هنا؟ شوف شوف شوف. طيب وش مكتوب هنا؟ الفتره الانتقاليه الثانيه والهكسوس. طيب افتح الفتره الانتقاليه الثانيه. وينها؟ هذه تحت. وين هذه الثالثه؟ هذه الثالثه، الثانيه اللي دور المحدث. هذه هذه ايه؟ في حوالي 1650. حلو. قبل الميلاد. قبل الميلاد ضعفت سلطه فراعنه الدوله الوسطى. سيطر المهاجرين المستوطنين الآسيويين الذين يعيشون في منطقة الشرق دلتا. وش دلتا؟ دلتا اللي هي مدينة؟ دلتا اللي هي فوق في شمال، في أقصى شمال مصر، على منطقة وجرة إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. تشوف؟ طيب إلين إلين سنة كم؟ 1555. 55 حلو؟ قبل الميلاد. وتمكن الفرعون كذا 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 إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. حلو؟ حلو، ممتاز. شوف في الفترة اللي يوسف عليه السلام كان في مصر، ترجع لتاريخ مصر تلقى انه الفراعنة انهزموا وطلعوا عن مصر وحكموها ملوك الهكسوس. عشان كذا الله يقول الملك، لانه الحاكم اصلا ما كان فرعون ذاك الوقت، مع انهم في مصر بس ما كانوا فراعنة. ميك سنس ولا لا؟ منطقي ولا لا؟ يش شفت؟ كل بساطة انت عندك التاريخ، وعندك التاريخ البحث، البحث اللي ما ابو اديان اللي عند الغرب، بس انه منقح. يعني عندك تاريخ الاديان. اسقط ده على ده. قارنت بالملوك اللي قبل فرعون اللي لا. كانوا ينادون ويلقبون بملك. حتى شفت ما قبل هذه الفتره كانوا فراعنه، كانوا فراعنه عادي عايشين. سنه 1550 ميلادي قبل الميلاد طبوا ملوك الهكسوس واجلوهم من شمال مصر وراحوا سكنوا النوبه. في هذه الفتره يوسف عليه السلام انباع في مصر. انباع ايه؟
يوم باعوها شو اسمه يوم اخذوها بالقافله إيه؟ وعاش حياته في مصر في هذه الفتره فتره فرعون فتره الهكسوس الهكسوس هذا إيه؟ فما في فراعنه فلذلك مصر صارت كان نظام الحكم فيها مو فرعوني نظام الحكم فيها ملكي كان العزيز هو اللي يحكم اكثر شيء فالعزيز والملك العزيز والملك ونشأ هناك يوسف عليه السلام وكبر عليه السلام وجاب قومه من بلاد كنعان وسكنهم طيب عنده الآن ليش طيب إذا جيت تسأل أحد ولا إذا رحت متحف في مصر كاتبين إنه ما عنده اسم الآن ما يدرون شو اسمه ما مو بصحيح يدرون كلهم يدرون شو اسمه رمسيس الثاني عشر حتى لو تكتب فرعون موسى يطلعوا لك إياه صورة ولا اسم صورته واسمه وكل شيء طيب باقي عندنا 20 دقيقة يا جماعة تفضلوا يقدرون يطلعون اسم فرعون الصدقي تبحث وشوف انا بقصة يوسف القصص يا جماعة تاخذ وقت الآن فاحنا لنا تقريبا ساعتين الا ربع فما نبغى ندخل بقصص تطول انتو حول القرآن من التقرب للجن صحيح حرق القرآن من التقرب للجن صحيح اي على كلام الشيخ انه بأي شكل من الاشكال فيه ممكن يكفرك كي تقرب من الجن قول لك كيف السحرة يسحرون برمضان والشياطين مكبلة في سحر برمضان؟ في سحر برمضان؟ والله ما أدري والله ما عندي علم طيب بس لك سؤال الآن إذا الشياطين مكبلة برمضان مو كلهم في ناس بعد طب فاقين السلق مفلوتين بالله يركض في ناس زابرين من الكلبوش الكلبوش للكبار المردة وانا اقول من يوسوس لي نفسك المخيسة بالله اجل اللي يوسوس لي طلع نفسي نفسك والشيطان السلقة يمشي عليك السلقة كيف افتك منها ذا تعوذ منه حتى الشياطين سلق شفتوا انا قايل لكم من اللي في البث السلق يجونا في فورتنايت شياطين ممكنهم شياطين استغفر استغفر الله والله استغفر الله ونفسك بالله عليك انا احسب ما عاد فيه مره النفس الاماره بس هو شيطان داخلي لا نفس نفس نفس, نفس. ايش الفرق نفسك انت مو شيطان طب ليش قاعد تامرني بالسوء هذه طبيعته طبيعه نفس الانسان كذا عشان كذا الله اعطاك عقل عشان تكبحها يقول عمر بن الخطاب اكبحوا هذه النفوس عن شهواتها فانها طلعه تنزع الى شر غايه ان هذا الحق ثقيل مري يعني مر وإن الباطل سهل وبي وترك الذنب خير من مراجعة التوبة ورب نظرة أورثت شهوة وشهوة ساعة أورثت حزنا طويلة وش يقول علي بن أبي طالب بصيدة حلوة إن المكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والعلم ثانيها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها واللين ساديها وإلى آخر كلامه بعدين يقول والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها يقول إذا أمرت النفس بشيء أعرف وأثق أنه الرشاد عكس اللي هي تبيه يعني دائما النفس اللي تأمرني فيه ما تتبعه سو عكسه ترتاح طيب وين النفس الأمارة بالحسن ما في ما عندنا ما في طيب أذكر في الكراتين فيه هنا شيطان هذا الشيطان وفيه لمه من الـ من الـ من الملك يجيك ملك أحيانا عرفت اللي أقصد اللي يجيك هنا واحد هنا واحد إيه إيه هذا الشيطان مو بنفسك هذا الشيطان إيه؟ والملك يجيك للملك يلمه إيه؟ ايضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضه يأمرك بالخير الملك احيانا فهمت عليك فهمتي فهمت فهمت يقول والنفس تعلم اني لا اصدقها ولست ارشد الا حين اعصيها ابيك تفهم لي هذه من اول ما قلت اللي بعده والعين تعلم من عيني محدثها ان كان من حزبها او من اعاديها عيناك قد دلتا عيناي منك على أشياء لولاهما ما كنت تبكيها لا لا ما أقسم بالله مصدع فيني أصبح نايف الحرام الرجال يصبغ شعره ما أدري الرسول كان محني شعره صحيح والله أني ناسي سمعت أنا كأن الحنة سنة والله أني ما أدري يا جماعة الخير ترى ماني مفتي أكيد أكيد إيه نصح الشيخ من الناس اللي تقرأ ومطلع فإذا ما يعرف قال ما أعرف ما حد يفتح أو أنسى عادي تصير تحدث عن لحظة دخول الجنة
من اي ناحية عندك شيء ببالك؟ يبيله والله يبيله شيء الحال. بس بقول حاجة واحدة. ايه. نجي كلنا ان شاء الله باذن الله الله يجعلنا منهم. عند باب الجنة مقفل. لميت الباب يفتح نركض. شوف يطق يطق الباب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يطقه. النبي. بعدين يقول رضوان خازن الجنة. من؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أذنت ألا أفتح إلا يعني لك. ما حد كان بفتح له غيرك. والأنبياء موجودين. كل الأنبياء هو اللي يفتح له أول واحد النبي صلى الله عليه وسلم. فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ويفتح لنا ونشوف الجنة. شفت لا دخلوا كل الأنبياء يبقون الناس العاديين. كل الأقوام قوم إبراهيم قوم موسى قوم عيسى قوم النبي محمد. تكفى من أول واحد. تكفى بلي قوم محمد. من أول واحد. مين؟ أبو بكر. أوه. بعد كل الأنبياء وكل الناس الصالحين. شو معنى أبو بكر؟ لأن عند الله سبحانه وتعالى فضله. أبو بكر الصديق. إيه عند الله سبحانه وتعالى أجره كبير. إنه من أوائل الناس اللي وقف مع النبي. صارت قصة حلوة مع عمر أبو بكر الصديق. إيه تهاوشوا. أبو بكر الصديق حليم حبيب هادي بس إنه حار. عرفت يجيك بعض الناس حتى من أخويانا على طول يفور بس على طول يرجع. حار. زين. فتناقش هو أبو بكر أبو بكر تناقش هو عمر يقول عمر فاستعجل يعني عليه فقال له كلمة يعني فزعل منها عمر فراح فبدأ أبو بكر يلحق عمر يقول يا عمر اغفر لي إني أنا آسف قال عمر لا لا عمر اللي زعل أنت تقصد عمر ولا مين أبو بكر وعمر إيه تناقشوا إيه فأبو بكر زاد شوي بالكلمة على عمر زعل عمر ومشى زعل عمر ومشى ممتاز فكان أبو بكر يلحق عمر يقول يا عمر اغفر لي يعني سامحني سامحني إنه عمر عيا دخل البيت صك الباب فجاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مستعجل شوف على طول احتر برد مستعجل انه شلون ما غفر لي انا وش بسوي يوم القيامة فكان يمشي حتى انه بانت سيقانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الصحابة اما صاحبكم فقد غامر يعني صار لا شيء فجلس وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني صار لي الموقف هذا مع عمر واستعجلت عليه وقلت اغفر لي ما غفر لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا بابك يعني إذا الله غفر لك إذا ما عمر غفر لك الله غفر لك ليه طيب ليش قال له الله غفر لك وعمر زعلان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدر أبو بكر عقبها بشوي عمر تندم قال أنا ليش يعتذر لي وأنا فطلع يدور على أبو بكر راح البيت أبو بكر ما لقاه قال أكيد إذا مو بيته بيكون عند رسول صلى الله عليه وسلم فيوم أقبل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشافه أبو بكر الصديق قال يا رسول الله أنا الغلطان لا تقول له شيء قلب عشان ما يزعل يا رسول الله لا يحسب أن أبو بكر يحسب أن النبي زعلان أبو بكر لا النبي صلى الله عليه وسلم شاف عمر فزعل فيقول يا أبو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا الغلطان تزعل علي وأنا الغلطان يا قلبي يا الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم العمر قال مه يا عمر سوون مه يا عمر يوم قلت لكم أنا نبي كذبت كلكم وهو قال صدق ووساني بأهله وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي يقول العمر يقول العمر يقول للصحابة يقول الصحابة فما أوذي يا أبو بكر بعد خلاص واحد يقرب من أبو بكر تخيل أنه واحد من بين كل الناس يوقف معك ويصدقك أكيد أنه بتكون معزز أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر هو كان صاحب أبو بكر أول ما قال له أنا رسول قال صدقت آمنت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بدون أدلة بدون آيات. أي شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس كان فيهم ردة فعل اللي هو. إلا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم راح في رحلة الإسراء والمعراج ورجع يقول للقريش أنا رقيت للسماء السابعة وقابلت الأنبياء ورحت المسجد الأقصى في ليلة ورجعت أغشي عليهم من الضحك على النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ كيف أمداك بليلة جولة أبو بكر ما دريت وش قال صاحبك إنه راح في ليلة للمسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى طلع للسماء السابعة ورجع بنفس الليلة صدق قالها قال لي قالها قال إن قالها إن قالها فقد صدق إن قالها فقد صدق يا أخي سبحان الله طيب كمل لا تعلقني افتح الباب بعدين متى الجاية ها الجاية لا قول خلي قول لا متى احنا بس احنا تقريبا نجي كلنا نجي تدري اقولك شيء
بس ندخل كذا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الملائكة تقول والله العظيم شيء مو طبيعي. بس اللي 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 عارف ان قوم محمد هم الاكثرية. أمة محمد ايه اكثر أمه. ناس اكثر ناس قوم. طيب يا جماعة قبل أن نختم نبي ناخذ منكم أسئلة. اللي عنده سؤال معين خارج المواضيع عادي مرة اسألوا، وإن شاء الله إذا عنده علم نايف بيعلمنا ونتعلم كلنا في آخر 10 دقائق هذه. يلا اسأل الشيخ عن رقم 3 6 وش يرمز؟ هذا خبيث. ليه؟ ليش؟ يبغى نرجع نتكلم عن الماسونية. بالله عليك هذا وش هي؟ 6 6 6 صح؟ مو برقم 6 كذا؟ عشان كذا يسويها جون سينا. ماسوني من الذين؟ لازم كلهم لازم عندهم حركات زي كذا كلهم. سبايدر مان ليش يسوي هذه؟ ما يعرف يطلق الا كذا؟ ما يعرف يطلق الا كذا؟ قرنين. هذه علامة ألفيس بريسلي حق الساحر اللي اخترعها، ان هذه ترمز للشيطان. وبدأوا يسوونها الناس. يعني هذه مو بعلامة العصابة حقت ريد ديفلز ولا؟ اللي يسويها جراند. طيب ديفلز ما قصرت، ديفلز شياطين قرنين يعني. بالله عليك. ما ندري خل نغيرها. شوف الكلب. أي والله راسك كنت حاب جنسينا. يلا مو مشكلة. إلا نفسها. طيب مو مشكلة. أعطونا أسئلة ثانية. تقدر تقدر. الشات مرة سريع يا جماعة ماني قادر ألحق عليه. هدوا لنا شوي. طيب يا شيخ هل تقبل صلاة الواحدة وهو يقدر يروح؟ هل تقبل صلاة الواحد وهو يقدر يروح المسجد يعني يصلي في البيت؟ ما نقدر فيها شيء ذي. ما نقدر نفتي يعني. كيف الشخص يجمع أكثر من قدر من المعلومات الدينية؟ اقرأ. لازم تصير تحب تقرأ، لازم تصير استمتع بالقراءة. أنا مرة استمتع ترى بالقراءة. حظك والله العظيم. أنا والله ما عندي وقت. أنا أبي أتوب وما قدرت، وإذا أبي أسيطر على نفسي الأمارة بالسوء وما قدرت، وأبي ألتزم بالصلاة ما أقدر، وش الحل؟ والله أمره سهل، والله أمره سهل. أنا بعد متأكد إنه سهل. أقولك وشو؟ أسهل من السهل، وشو؟ التزم. ما أقدر. التزم، سهل. ما أقدر. يا أخي الصلاة 5 مرات باليوم صح؟ ترى حتى أنا مقصر، وأنت مقصر، وكلنا نقصر صح؟ صح. لكن أنا أقول لكم طريقة، أنا أقول أنا إن شاء الله إني أسويها قبل ما أقول لكم إياها، لكن أنا أعرف إن هي الطريقة الصحيحة. انك وش تلتزم الصلاة 5 مرات باليوم صح باوقات متفرقة، لا جاء الوقت اللي فيه الصلاة التزم بالوقت ذا بس، يعني لا تأخر تأجل خلها أولوية. لا تقول انا بلتزم شهر كامل كل وقت بوقته. نمت حب جوالك انك خلاص بتقوم صلاة الفجر والتزم، قم شيطان يعقل عليك 3 عقد، قم صل خلاص ارجع نم قضيت صلاة الفجر انتهى الموضوع. لا تشيل هم انه انا شلون بسوي صلاة الظهر، لا جاء وقتها كل صلاة بوقتها. التزم سهل الالتزام. هل إذا الشخص عليه ذنوب ودخل جهنم تتكفر ذنوبه بعد ما تكفر ذنوبه يدخل الجنة؟ إيه هذا هو، عشان كذا شفت ترى في مؤمنين يعذبون، فنسأل الله أننا ندخل الجنة. بس السؤال والله إنه مهم، لو أنا عندي أجر وأحسنات اللهم لك الحمد، بس عندي يعني بسيطة كذا من الذنوب ما أدخل يوم تذا ولا الحسنة تمحو السيئة؟ ان شاء الله يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يغفر كثير. يا يغفر كثير. انا دي خايف منه، واحد زعلان مني تكفى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث انه يجي واحد عنده جبال حسنات وقد شتم هذا واكل مال هذا وظلم هذا بعدين يدخل النار، لانه كل اللي سواهم بلاوي ذول كلهم ياخذون من حسناته. لا بس اذا واحد مثلا زعلان مني، مثال نفرض مثال مع انه ما يحضرني الان، خذيت من واحد قلمه وقلم عجز عليه ظلمته ايه وقال والله ما حلله، تكفى شي يصير يحللك ولا تلقم؟ ايش بلقم؟ ذنوب. يا ياخذ حسناتك ولا يعطيك ذنوبك كلها؟ لا على قدر. ايه طيب افرض انه كثير اخذوا منك، ما شاء الله تمشي تجمع دستة اقلام. طيب على كذا بتكون متاجر الوضع، انا ما بحلل الناس باخذ منهم ياخذون مني كيفك، بس ومن عفا واصلح فاجره على الله. على الله والله باخذ اجر الله باذن الله. خلاص ايش عاد بعد اجر الله؟ اي والله وش ابي ياخذ منك انت عشان يعني بس يعني تشوف اني اسامح واحلل السلق اللي يجوني الان؟ والله ترى انا ماني مسامح. والله العظيم اسامحهم. لا وغير انك تسامح ترتاح، يعني تبون اسامح السلق يا جماعه اللي يدعي عليهم اليوم بس انهم يقطعون ارزاق اليوم اليوم اليوم
والله يا شيخ اني ابث فورتنايت ابغى استمتع ويجيني تحدي على $100 يجيني واحد من البث يذبحني ويطلع من الجيم ولا يذبحني ويرقص ما يبغاني اخذ $100 ايش اسوي فيه؟ ومن عفا واصلحه مو اخذ حسناته يوم القيامه عشان هذه بس لنفسك صح عشان صح. تشفي غليلك ايه صادق ومن عفا واصلحه اجرى على الله اجل انا مسامحكم يلا كل السلق اسلام طعميه تحسبي نسيتك والله ما نسيتك سامحك حسبي الله على الظالمين سامحين سامحين الله كريم وان شاء الله ان الناس اللي احنا ظلمناهم ان شاء الله ما ظلمنا احد يعني سامحونا طيب اتوقع وصلنا للختام يا جماعة الخير يعني باقي 5 دقائق حسابات الشيخ حطوها يا جماعة الخير جميعا يوتيوب سناب آخر البث. والله اللي ما حضر اللي ما حضر بينزل مقطع يا شيخنا ان شاء الله صلوا على النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام حساب الشيخ في سناب نايف دوت ام كي اليوتيوب حقه نايف بن ناصر روحوا تابعوه بإذن الله قناته في اليوتيوب هذا وقدامكم عطهم كلمة انك بتلتزم خلاص خلاص وعد هو بيضبطني ان شاء الله انا بسوي اللي علي إيه. اذا عاد هو ساحب كيف لا 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 مجهزها جاهزات جاهزات شوف 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 دقيقة ها شوف تعال اقرأ الستوريات حقت القصص نوح ممتاز السيرة ناقصك العنوان وارفع إيه. بس دول كلهم بنزلهم احمد اي بس مو كل اسبوع تنزل لي الله يرضى عليك لا 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 3 ايام مقطع شفت الاسبوع ذا إيه؟ بنزل 4 مقاطع لا لا تفلها طيب ثلاث في الاسبوع كل يومين مقطع كل 3 ايام الاسبوع ذا بنزل عشان ما تطفي تعال الى نهايه العشر كم انزل مقطع والله رمضان طيب المقاطع خذها كذا على وقت الساعه 12 الليل اجل 5 6 لا تكثر خلها خلنا نقول كم بقى احنا كم بقى لنا يوم بقى لنا 4 ايام 6 ايام نزل 4 مقاطع 4 ولا فين الساعه كم لا الساعه 12 الليل كل يوم 12 وقت اخر الليل على مع جوالاتها ولا قبل الفطور اي ودك انصحك يعني الليل اللي يكون العالم كلها موجوده فيا جماعه الخير تابعونا الله يسعدكم جميعا اشكركم اتمنى انكم استمتعتوا في البث اليوم ثبتوا والله يا جماعه ان المقصد ان ودنا قدر المستطاع يعني في الفتره هذه ورمضان والناس صايمه نستفيد الله كلنا الله يجرنا لا ولا اجر اللهم امين اي والله اي والله فان شاء الله انكم استمتعتوا باذن الله تعالى راح تكون في بثوث ثانيه اذا حصل لنا وقت باذن الله سواء عندي ولا عند رايد سويكم فعاليات ممكن نسوي لكم فعاليات ترى غير البثوث مو بس بثوث ممكن ادخل الشيخ يقولنا لاعب كود بنشوف ما ندري سوي تحدي يا الله قاعد قال اصبر اصبر لا تصرح قدامه والله والله ما انا ما احب اصرح حلو انت شفت مقاطع ولا لا كم من 10 شوف حقق الحق والله وراني مقاطع في الانستا والله نصدم الذين يلعب بس بالذي رفع السماء انك لو تنزل لي اني لا تفريشي طيب خلي اقولك شيء اتصرف نصيحة طيب ميخال عطني الى بعد العيد خذ وقتك عشان استنى افضل من الشغل وارجع امسك اليد واحمد والله بعرك بصيح يا اخي لا تقول بصيح حط مبلغ حط انت حط عشان اكسب انا 10,000 ريال شهدتوا قسما بجلال الله طيب 10,000 ريال أسلمها لك كاش طيب في البث كذا أسلمها لك أجيبك عندي أسفرك من جدة للرياض وأرجعك بزنس فيرست كلاس لو تفوز علي ويشهدوا لي 10,000 انسى يا هديب خلاص بزنس رايح جاي صبر التحدي رايح جاي رايح جاي بزنس فيرست كلاس إيه فيرست كلاس لا فيرست ولا بزنس اللي تبيه طيب على 10,000 كاش أبي زود لا تفلها باخذ 10 وبقول لك وبمشي يا قسم بالله يا عيال لا هينا خلي يجي التحدي ذا تقرا قلت بسوي فيك لا 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 لازم من جهه واحده طيب اوكي خلاص من جهتك ابغى تحدي من جهتك انا ما تجي تحدي ثاني تحدي ثاني إيه؟ اذا فزت عليك اذا فزت عليك بالتحدي اذا انا فزت نسوي تحدي ثاني ايه من كم من 5 قتلات مش التحدي سهل تحدي سريع اي وش تعطيني بس عشان تشفي غليلي ابغى شيء بنهزم لك ابغى شيء خلاص باذن الله يا جماعه نسوي لكم سووا كليباتي سووا كليبات نعطيه موسيقى تزل قبل التحدي وانتهى الموضوع نخير 2 ولا 4 المهم يا جماعه الله يسعدكم جميعا اتمنى انكم تصلوا على نبينا محمد صلوا عليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الختام نراكم ان شاء الله باذن الله بكره ايضا بث الثاني سواء الفجر او قبل الاذان الله يسعدكم نراكم على خير فامان الكريم ودعناكم رب العباد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله مع السلامة يا جماعة
وين راح الذيب؟